يو جايز صباح بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار كبير، نهار زوين الشباب. اليوم معنا الاست مروان. مرحبا بك اخي مروان. الله يبارك. نهار كبير هذا اخي. الله يبارك. سير شهر رمضان هذا جامعين الدراري يبانوش كاع ما عندهمش معايا يبانو، ولكن اخي راه غادي ديروا غادي ديروا خير كبير الدراري. لا لا والله الا شاء الله. بالعكس اخي، اول حاجه كنخطر اخي هذه القضيه هذه ديال تندوي معاكم كتقولوا لي اوكي. الله يسر. شكرا انت على الاستضافه. لا والله الا بالعكس اخي. لا لا والله الا شي حاجه زوينه اخي، نشوف الشباب محركين خدامين. الله يحفظك انت اخي مروان، راك 10 من يوم الطايه. الله يعزك. انا وصلت للطايلاند. قال لك ها هو جا الواعر تلقاه عشير. الله يحفظك الشباب. عن واحد جوج دقائق ثلاثه ونبداو اللايف ديالنا اليوم مع السي مروان. تعال نسولك، خلي خليتي تجمعوا الشباب اخي مروان. اخي خيوس، مرحبا بك اخايوس. ما قلت لكمش الدراري، نقول لهم يو جايز رمضان مبارك سعيد. نبقى نقول لكم رمضان مبارك سعيد كل نهار حتى يسال رمضان، ونقول لكم مبروك العيد. الحلقه الاخر ما عرفتش شكون تكون معامله تكون الحلقه الاخر اللي غادي نقولوا بها مبروك العيد. فايتر اشكال. الدراري المهم غدار غيساني بعدو سوينغا نايس اثنين. واحد الدري ما عادش يعرفوه ولكن مزيان، واحد الصاد حتى هو كنت عرفته في تايلاند مغربي خدام في السي بي اي. ثلاثه يحيى الاربع راقي. الخميس واحد الصاد حتى هو عشير. الدراري اللي كانوا عندنا الباع ما عرفتش تعرفون ولا ما تعرفوش مستور. لا هو سميتو مستور مع اليوم اللي كندوي مع سوينغا. قلت له كاين معنا دوك. المهم كندوي معاه قلت له راه كاين 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 واحد الصاط مستور. ويقول لي شكون هو هذا ما بغاش يقول سميتو. قلت له لا راه هو سميتو مستور. عرفتي وماش بالضحك. قال لي سميه واعره. كنت نتسناو الحلقه ديال السي الغيساني الشاف مروان. تبارك الله عليك اخي الشاف مروان. تحياتي. غادي نجيبو غادي نجيبو الدراري بزاف ديال الشباب جايز. الشباب اللي كنستناهم من البرنامج الدراري المعروفين اللي تيبيعوا الدوار حتى اللي معروفين غادي نجيبهم. غادي يكون معنا ياسين العلاوي حتى هو دويت معاه اليوم. السميات اللي كتكتبوها الدراري كاملين تتعرف ياسين عرفتو. تاني دير له فولو صاحبي من زمان تيعجبني الهضره اللي تيقول. تيعجبني الانتربرونيا كيدوي على الانتربرونيا بصراحه. هادو هما الدراري اللي كنجيبو. كاين دراري صحابنا صحابي ليومين هذا تيبيعوا الدوره. عرفتي اخي ديك تبيع الدوره كيطراو المشاكل. دابا مثلا واحد من الدراري صحابي اللي عزازين عليا كان باع واحد الدوره. كانوا الناس اللي شراو من عنده تيجيو عندنا للبيرو. تيجيو للبيرو القديم اللي كنا فيه ديك الساعه في حسان. تيجيو تيوقفوا قدام البيرو تيقول لك عافاك تويليا مع فلان يرد لي الفلوس راه شريت من عنده الدوره وما عجبانيش. يا والو يا والو صافي. انا نقول الصاط راه امبوسيبل تبين شي واحد. انت شوف بنتي معاه جوج مرات ثلاثة انت اشنو طرالي في المقال. كانت اسوسيا. تيجي تيقول لك الله يحفظك اتصل به دابا ياك صاحبك واتصل به قول له عافاك اخويا رد لي فلوس. وغيساني ولا كيهاند لي هادشي. انا قليل فاش تنكون مرة تنتلاقى مع هاد المواقف. غيساني ولا كاين يوميا دونك كتولي كتهاند لي المشاكل ديال خونا اللي كيبيع الدورة. الو خونا راه خاص ترد لفلانة فلوس ها سميت هكذا راه جات صاحبي للبيرو حنا ما بعنا ما تصادعنا ما على حاجتك. والله الا المشكلة دابا شنو كيطرى تنكونوا في شي عشاء اخي مروان. هادشي نشدو به الشباب واحد الدقيقة بين ما سميتو. كنكونوا في شي عشاء هاد خوتنا اللي كيبيعوا الدورة تيقول لي اخويا سيمون دير ستوري. يقول الله يرحم باك انا صاحبك غير هدا الله يتوب عليك الا ما هيزك سيمون سي تي ار عندك طالع داك الشيء علاش تيقول لي غير هدا الله يرحم لك الوالد. تيقول لي وانا كنا معشين وكذا وشحال من واحد دار ستوري الا انا. تيقول لي وانا عرفتها خايبه ولكن انت كتبيع الدورة غير زكر انا مزاو الحقيقة باش نمشي من هاد الموقف هذا اللي كان طرا خاي تا هما يتفهمونا ماشي راه دراري صحابنا باقيين كنريحوا معاهم اليومين هذا. الشباب تبارك الله عليكم. جيب جلال عويطه الله اليوم كنا معاه اخي. رجع نجيبو ان شاء الله العلوي ياسين يتوب العلوي تواجيج. غادي نجيبو ياسين. الدراري كاع اللي كتكتبوا سميتهم هنايا غادي يحضروا. الاستثناء راه دويت فيه هذا جيب البنات اخي غيسان راه خاصونا البنات اخي غيسان. طاقيو لنا الناس اللي بغاو في الاخر نطلقوا عاوتاني الكومنت ونقول لهم اخي جيبوا طاقيو لنا البنات. يقدر اخي يكونوا تعرفوا الفان شي بنات حنا ما كنعرفوهمش. انا اخي كنعرف شي وحدين ولكن كما قلت البارح مشاو يعيشوا في دبي خدامين البنات خدامين على راسهم في الويب عايشين في دبي.
غنبدا معك اخي مروان مال الاول نهار كبير هذا الله يحفظك لك عاود لي اخي مروان نبدا معك مال الزيرو فين تزاديت تزاديت في الرباط اللهم بارك فين كارتي في الرباط نيت في المسيره حي المسيره في الرباط حدا حي الفتح حي عرفت شي عرفت حي الفتح حي المسيره لا حي شعبي في الرباط بخير مزيان اخي انا هادشي اللي هادشي اللي ركز معاك مع الرباط احياء المسيره كاين حي الرياض كاين لا لا مزيان اخويا شحال اخي فلاش دابا فلاش ديالي 28 سنه اللهم بارك اخا هادشي تيفرح الوالده شنو كيدير الوالد كان طاشرون فاش شحال هادي دابا مرتاح الحمد لله الحمد لله خلينا ليه الراحه الله يزيد فرحك امين صافي يعني ما بقاش خدام لا الحمد لله مزيان اخويا الوالده باش بعيت اللهم بارك فين قريت اخي مروان قريت اخي سيم الروض الجامع ولا لا الروض قريت في الروض صراحه الروض قريت في الروض حيت هنا الجامع ما كاينش في الرباط وداكشي ما كاينش داك لا انت جيت اخي مروان جيت الحياه مليزيان الحمد لله هو شوف هو الجامع كنت كنمشي ليه شحال هذه ولكن فاش كنا كنمشيو للبلاد اللي زوريجين ديالنا كنا كنمشيو للجامع وداكشي ولكن كان زعما طب واعر حتى هي فهمتي الواحد خصو اللهم بارك صبر ندور عندك الكاميرا شويه دونك اخي قريت في مختار جازوليت في ابتدائي بوبليك قريت في الامال في الاعدادي بوبليك حتى هي ومن بعد قريت في ابيض الغفاري من نيفادا حتى هي بوبليك دونك كلشي ثانوي اخي مزيان اخي مزيان كلشي بوبليك الباك 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 حتى هو تما بشحال جبتي الباك الباك اخي سيمو جبت 17 في الناسيونال و 16 في لاموين جينيرال يتوب ولا 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 لا والله لا تبارك الله عليك اخي تبارك الله عرفتي الامان دابا مع التعكسات عندنا الايه في هذا اللايف هذا صحاب اللي كيجيبو مزيان كيجيبو مزيان دابا ولا تيجي عندنا الدراري كيجيبو مزيان تيقول لك الدراري راني جايه ب 15 خليتوني انا شاكر بان لي اصحاب العشره اللي متفرين تنقول لهم لا 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 رياضه جاب 14 قال لك وهي رياضه في وسط امه ديالنا جايبه 10 هي سيف ذو حدين مزيان سيف ذو حدين مزيان اخي مزيان واش بيان سور كنتي تقرا في الابتدائي مزيان الاعدادي مزيان الحمد لله كنت زعما المهم كنت كنقرا مزيان قرا واش الوالدين تيزيرو على الدراسه ولا انت كتعطيه في الوالد والوالده ما كانوش قاريين بجوج بهم الوالده فهمتي تبارك الله على دارت محاربه الاميه وقرات تبارك الله تبارك الله الله يحفظها دونك ما عندي مساله هنا تكبرات تكبرات مزيان بحال الوالده بحال الوالده الغيثاني تبارك الله زعما اغلبيه ديال الامهات ديالنا زعما بحال هكا والله اخي هذه مبادره مزيانه اخي ديال محاربه الامه كيقراو منيت في داك الوقت الفراغ في الجامع في العشيه تا كاين علاش ما نستغلوش هما بالعكس الوالده باش تقرا الوقت المردود باش تقرا تعرف هذه جات شي بغيه تعيط لك مسج لا ودابا ولاو تيخدموا بالتليفون كتعرف هذا باش تقرا هذا ولدها تبارك الله دابا ايفون مزيانه اخي مزيان نورا الباك اخي شنو درتي نورا الباك اخي سيمو دوز شي مدارس ما بيناتهم الاكاديمي ميليتير تقبلت فيها وما مشيتش وشنو هما ما بانش ليك ولا ما بانش ليا ديال مكناس باش تخرج بيلوط اخي مروان واه شنو انت دابا راه بيلوط لا كنت زعما كنت غير وحده انت دابا راه بيلوط كان ديك الساعه صراحه كانوا عيطوا لينا وقالوا لنا في شهر 7 الو راكم تقبلتوا جيبوا الباك واجيو هما كان عندهم واحد السيستم الا تحطيتي الباك يعني صافي راه تونغاجيتي معاهم يعني ما تقدرش تقدرش تسحبو زعما وكانوا باقي لي زيكول وداكشي المهم قلنا نمشي في يد الله نتسناو شي حوايج اخرين شي حوايج اخرين ومن بعد يصلى ودوزت هذا اونتروتيان كونكور ديال لونسيجي وتقبلنا تما ودوزنا تما وي شحال اخي من عام ضربتي في لونسيج؟ 5 سنين اخي تبارك الله تبارك الله ومتى اخي بدات هاد لونتربرونيا تاع ساليتي لونسيج وتخرجتي ولا انت من حزب خصنا حنا كنقراو ونقلبوا لا من الحزب ديال كنقراو ونقلبوا مزيان وصراحه هاد القضيه ديال الانترنيت كنت شحال هادي فاش كنا في الكوليج كنا كنبقشوا كنبقشوا وانا نزيد الصوت كاين شويه كنا كنبقشوا على قبل باش كنا كنبقشوا كيفاش تربح من الانترنت ديك الساعه ما كانش عندنا داك المايند سيت ديال
تخدم في الانترنت يعني دير شي وسط المغربي حنا كنتزادوا بالعقليه ديال الربح هكا تجي تربح جمع تدخل الانترنت كتكونسومي الشهر الاول الشهر الثاني شويه تبدي تقول ولا خصني ندخل شي لعيبه من الفيلم هذا اللي كيهضر وكتبولي كتقلب تربح الفلوس هذاك الشيء كتبدا بدوك بدوك دوك لي سيت ديال لي كليك عقلتو عليهم كليكي على الاز وكتربح 0.00 ما عرفتش شحال على الدانك ايميل ولا ما عقلتش عليه كاين شي قيدو في التيسيو باش تخلي كاين ما عقلتش عليه ما عقلتش عليه وكاين دوك الشركات ديال التسجيل تيبقى يصيفطوا لك ايميل تكليكي وديال السيرفيس حتى السيرفيس تاعهم وكان ديك الساعه واحد فاش كنت في الكوليج كان واحد سميتو اوروبا كتانستالي واحد البانر الفوق كتانستاليه في الباسي وكتبقى فهمتي كتطلع لك اشهارات وكل شويه كتزادك واحد 0.00 شي 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 روين مشيت انستاليت في السيبر كامل مشيت انستاليت خليت واحد والله الا حنا حيل حنا حيل بواحد كامل لا حيت ما كافيش مشيت ما كافيش كنت انستاليت في واحد كنت كندخل السيبرات كندخل شويه نريح في البيس انستاليا ندوز شويه نقول اخويا هذا ما خدامش مزيان كنانستاليا وما تعرفش حيده هذاك كيما تكفر عليك بهذا تقول انا انستاليتو شويه كتب لي خويا هذا انستاليتو كيجي عاوتاني انستاليت البيسي راه وكاين بارفوا كدير فيه انت شي مشكل كتحيد ليه شي تويشي هكا باش طرح البيسي راه فرد انستالي صافي عرفتي راه ضربت البيسي ديال الدواري زيكي كاملين انستاليت فيهم الاوروبا اخي انستالينا هاي سمعوا دابا هاد الاوروبا راه شحال الوايل كتدخل لنا الاوروبا قول لهم اخي باش يعرفوا شحال الفلوس شي 6 شهور ولا ما عرفتش شحال وحنا خدامين به فهمتي تبارك الله سكيلين سكيلين جات شي 15 اور كامل لا انا غرشت اخي دواري زيكي كامل فين ما كاين شي سيبر انستاليت في اوروبا وكيحيدو ورجع انستاليه ليه ولكن تيكون تيكون جهد اخي وشوف ودرت واحد اللعيبه ديال واخا سميتو كنمشي كنحطو تنحطو في ديك ستارت هي كيديماري كيتيبدا واحد الوقيته مشيت لواحد اللعيبه ديال كتمنعو يحل ديك ستارت الريك ايديت كاع داكشي كتبلوكيه ليه باش ما يمشيش يحيدو وجميع حتى ولا الناس تقبلوا ان راه لورو برك تعيش تعيش معاه كلشي يحيدو واحد عادي كلشي يحيدو واحد والتمره ضربتها كامله باش في عام دخلت 4000 ريال 20 اورو وصيفطوها ليا زعما فرحت تبارك الله انا ديك 15 اورو الى يومنا هذا ما خديتهاش كانت صيفطات لداك ماني بوكرز سكريل دابا وديك الساعه باش تجبد لاكارت وداك الشيء خص تكون عندك لاكارت ناسيونال ديك الساعه كنا باقي المهم عاونتي ماني بوكرز راه ملي دولار كومباني عاونتي عاونا وتا هما وراوك بان راه ممكن تربح شويه الفلوس هي وراوك بان ممكن ولكن في نفس الوقت تيبقى داك الشيء كان غير ارقام يعني ما كانش فهمتي شي حاجه لي كونكريت فهمتي لي جديد جديك وتوريها للوالد عرفتي هذيك توريها للوالد لا هذيك هذيك اهم اول تحدي في الحياه عندك انا كتبت للوالد ديالك انك راه ممكن تدخل العقب بشي طريقه ما تعرفش هو تيصعيب لا وفي الانترنت الفيرتشوال كيفاش من الفيرتشوال غادي نجبدوا شي حاجه في الريال وتا ملي تجيبو خصك تشرح ليه لانه يقول لك واي لي هضر غيجي ولدي غيجي ولدي ديك الكاسيطه هذيك ولكن ولكن زعما الوالدين كيخافوا عندك ما درتيش شي حاجه راه انت بغيتي خوف عليك انت راه بغيتي البوليس يجي عندنا للدار خوف عليك صراحه زين دونك ثلاثة ديك المرحلة هذيك الساعة كنتي في الكوليج كنا في الكوليج ديك الساعة سالات ديك المرحلة ما خديناش الفلوس صافي ما صافي داز الوقت فهمتي ورجعنا عادي القراية فهمتي ديك الروشي العادي دزنا الباك دزنا داك الشيء خدينا مشينا لون سي جي لون سي جي بدلنا المدينة دونك خرجنا من تما مشيت سكنت في الحي الجامعي ديال 16 تما فين دوز 4 سنين حيت العام الخامس خصك تخرج فهمتي ما عندكش الحق دوز اكثر من 4 سنين دوز فيها 4 سنين كامل زعما كاع داكشي اللي عطاتنا الدوله الله يرحمنا الوالدين دوزنا فيها شحال كان عاود لينا الدوله شنو باسك بالضبط اش لون سي جي ديال الدوله لا فابور ديال الدوله كنا كنخلصوا داك لاسيرونس بحال ليسي بحال اي حاجه داكشي شنو شي درهم ولا 160 درهم وكلاسيرونس فين كتسكن الحي الجامعي لا ديال باش تدخل بحال بحال الثانويه داكشي مزيان اخي الحي الجامعي كنا كنخلصوا فيه شي 40 دولار شي 400 درهم 40 دولار 40 دولار اخي ما كرهنا تقول لي بالدولار المهم 40 دولار العام العام دونك 400 درهم العام صراحه زعما كون ما كانش الحي الجامعي محل واش كنت غادي نمشي لهذا نقرا زعما على برا مدينتي
صافي دوزنا تما والحي جميعي كانوا صراحة حتى هما فهمتي قادوا معنا شي مسائل ديال بحال المطعم وداك الشيء كنا كنا بحال شي هذه القضيه خصني نسمع انا معناتها نسمع خير شي اثمنه هنا في الرباط ما نتمنيش باش ما نقولش ما نتيقش انا تيقول لك راه وجبه دايره جوج دراهم ثلاثه دراهم لا لا ما وصلهاش واه شي 28 ريال بحال هكا ومن بعد داروا ابجريد ولا شي جوج دراهم داروا زادوا فيها شي شويه بحال شنو اخي وجبه شنو فيها مش باخي فيها مين ديرش تقدر تمشي تلقى شي لحام ولا حوش ولا شي حاجه بلا ما كاينش ديما العدس اللوبيا كيما لا لا ما كاينش خلطه شويه خلطه لا ماشي ديما العدس اللحام الحوش دار كيعطيك ديسير فيه دار ولا يا ريت دوز برود حيت تاكل العدس واللوبيا لان اصلا بعد ما تتاكلهم والله الا دابا الا دابا بغينا العدس اللوبيا الا بارفو تمشيو انا وسيمو تناكلو عدس لوبيا وشويه السردين علاش لان هذيك العدس اللوبيا راه فيها واحد لي فيتامين ما كاينينش لا الطاقوس لا داك التخربيق شتي تيفوت كامل هي كتاسوسي فهمتي الكحت داكشي علاش فهمتي بنادم كي وراه بري زوينه ولكن واحد في الجسم ديالك كتعمر شويه بالماء ولا بالمناعه بالمناعه حنا كناكل واخا راه والله الا بلان 28 ريال تاكل اللحم راه زعما كانت الدوله معكم سبونسر لا لا الا بخير واخا الدراري كانوا شي وحدين كيتكبروا على هذه القضيه هذه ولكن بخير زعما حنا زعما تيتكبروا عليها زعما شنو زعما شي تكبروا عليها حيتاش زعما عيب انك تمشي تجلس تاكل تما بحال داك الشكل تقدر فهمتي شي وحدين يعتبروها بان فهمتي زعما يعني الا شافوك تما راك انت ممكن ممكن زعما راك يعني الا شفتك تما الساطه راه ما حتى راك فالصوره راك راه سنيتي ان انت ما منك والو فهمتي راك سنيتي بانك فهمتي ما وشنو اخي كنتو انتوما اللي نسجل كتمشيو تاكلوا تما لا كنا ديك الساعه في حي جامعي كنا مخلطين كانت لي سيجي ولا فاك ولا فيستي المهم تما كاين واحد الكومبيس يونيفرسيتير مجموعين فيه كاملين داكشي دونك كنا مخلطين زعما صحاب لافاك هي ماشي ساهله ومهمه فهمتي ان الواحد يدوز منها حيت تعرف حق زعما حق الحياه اون جينيرال تعرف حق السكنه فهمتي كتسكن مع ثلاثه الناس اربعه الناس في شومبر وحده يعني ماشي كتسكن واش كتختار كتختار ثلاثه الناس لا لا ما كتختارهمش كيختارهم القدر اللي كيختار هادي زوينه وحق الرب هادي هذا اول درس عندنا في الحياه ماشي تختار تكون مدن مختلفه بيان سور قادم اكادير عقليات مختلفه عقليات اخرين كنت عادات اخرين كتكتشف عادات اخرين الحمد لله جاوا معايا واحد جوج دراري صحابي الى يومين هذا باقيين صحابي ما تيتبدلوش كل عام لا 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 ما كيتبدلوش صافي اربع سنين اربع سنين وكاين اللي كيخرج كاين اللي كيفهمشي كيطلع عليه داكشي في راسو كيخرج كيبغي يبدل المهم كل واحد الناس تطيح شي لعيبات كيطيح معاك شي واحد ما حاملوش ولكن تتجاري لا بزز ما هادي ديرا واه عرفتي المهم في الحياه تلقى مع ناس ما عندكش معاهم خاصك تجاري ما عندكش معاهم ولكن خاصك تجاري خاصك تدوز مع داك الباك هذا واحد باش واخا انت الحمد لله ما طحتيش في الكاكا كانوا دري زوين طحنا في ديكا بحال هكا حيتاش كنا حنا ثلاثه ما كثر الله بداو تيجي كنا ثلاثه ومن بعد كيجيو فهمتي كيزيدوا معاك واحد ولا جوج فهمتي يقدروا يزيدوا معاك شي واحد يعني ما كتبقاش تمشي دوك الثلاثه معاك دائما حيت كانت لا شومبر كتشي اربعه الناس واوبغريدا واحد الخطره زادوا خمسه د الناس بلا فهمتي ديك اللعبه ديال الكبتس وشنو هادو تيكونوا معاك اللي تيقراو معاك اللي شنو يقدر يكون من لي سي ولا من لافار لا كانوا معايا جوج دراري صحابي ديال لو ان سي جي وكان معنا واحد السيد من لي فيست ايتو دونك هادو اللي كانوا يعني يقدر تكون انت فشي شومبر فيها مخلط كامل فيها فهمتي صحاب لافاك ولا سي جي وهذا ولكن مزيان زعما لا بالعكس انا عجبتنا هذه القطعه مزيان شوف كل ما كان يتوب عليك كل ما كان الاختلاف كل ما مزيان ما نكونوش كاملين عقليه واحده وشنو اخا تيبان لك زعما شكون اللي كان عندهم مشكل انه يمشيو ياكلوا تما صحاب لافاك ولا لو ان سي جي ولا اصحاب صراحه زعما اصحاب لو ان سي جي كان عندهم مشكل انهم شوف بحال هكا الريستو ديال الحي الجامعي وداك الشيء فهمت انا ما كاينش خير لي نفيك تعوز واحد باللي غير هذا قال لك كان عنده لو شوا مشى لطنجه ما عرفناش اش صار نقول لك حنا زعما في الوقيته فاش كنت انا فاش ديك الساعه كانت 16 فيها واحد الكاتيجوري سوسيو بروفيسيون هي هذه اللي كنهضر عليها كاينه معروفه كيف الناس اللي كيمشيو يقراو في 16 المهم هذاك الشيء متوارد سيكيورات الناس اللي كانوا في لو اس جي ديال طنجه كانوا في شكل وديال 16 كانوا معروفين كاتيجوري
شوف الاكسجين قليل شنو شنو لا لا بصح شنو زعما واش بنادم ضارب الحديد هادشي اللي كاين هادشي اللي كان قال لي حتى مروان دوك ويكاند غنطلعوا لكازا يا مراكش ما ميكسياش محل بحال طنجلة طنجة دوك الناس ديال الشمال وهذا ما كانش عندهم ما كانش بزاف هذيك 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 لي طاد ديسبري عاوتاني الحي الجامعي في طنجة غتلقاه كان نفس الشكل حيت هو فيه لافاك ولي فيستي ولو اس تي ولو ان سي جي وكيبدا داك الاحزاب صراع الثقافه جيت جات هذاك فهمتيني كيبداو لي الاحزاب حنا دوك اللي داو الباك ب 16 ثم الصحاب 10 انتوما يلا فاك اجا خير ولكن خاصك تفهم هذاك لي زاد مزيان مزيان خاصك تعرف تفهمهم تلاحظهم وتفهمهم اما غير الا عشتيهم تقدر يا تخرج مزيان يا تخرج معقد بعدا بزز منك غادي تعيش معاهم زعما تلاقى معاهم في الريال لايف زعما ماشي بالضروره انك تمشي زعما تلاقى معاهم كنعني انك تلاقى مع الناس اشكال مختلفه واحد كثر منك واحد قل منك فهمتي ماشي ماشي نفس الكوسيا كان اخي كان مع هذه القطعه اللي بغيت ندوي معك فيها لان كنشوف بزاف ديال الشباب تيقول لك وكيفاش اخوانا نقرا وبنادم انا منهم خويا كيفاش اخواني نمشي نقرا وبنادم تيمشي بالطوموبيلات الطوموبيلات ديك الساعه صراحه الدراري فهمتي المهم تبارك الله الله يسهل عليهم زعما كانش عندهم هذا كانوا عندهم طوموبيلات عادي زعما حنا كنا في حي جامعي وكنا كناكلوا مع الدوله بخير زعما حتى حنا كنا بخير الحمد لله هادشي اللي كنقول للبنات ما تبقاش وتنقول لي علاش انت مشيتي ركزتي بحال خواتي نقول علاش انت مشيتي ركزتي في داك الواحد في المية علاش ما ركزتيش في 99 التركيز علاش ما ركزتيش في ديك 20% اللي والو الغالب الله واخويا شوف اللي كتصدق ليه هذا اللي كيمشي مزيان في الطريق هادي هو اللي عارف راسو علاش جال ديك المدينه جاي على هدف جاي باغي يقرا باغي ياخد واحد الدبلوم باغي يبني شي كيشوف مور ديك ليكول هذاك تيعيش اما اللي غير جابتو الاقدار دفع ثلاثه ديال ليزيكول صدقات ليه هذيك مشى ليها باك ستاق تساطع والديه يدفعوه هذاك ملي يمشي كيركز مع لونفيرونمون كيشوف فيه اكثر ما هو اش كيعطي لذاك لونفيرونمون اش كيدير وسط منه هادو كيشوفوني انا ما عنديش هادو كيشوفوني ما تنقراش مزيان وسيرتو المغربي تيعيش مسكين بزاف تيعيش بزاف الازمات مع هاد كيشوفوني المغربي انا تيجينا اخي واحد الشخص ما عايش حياته عايش غير رد البال مع الناس كيفاش كيشوفوه شافوني ناري الحومه ناري تشويت ناري تفضحت ناري العشيره راه ما دافيك حتى واحد راه انت محارب مع راسك علاش كنتي في الليسي كيكونوا الدراري لاعبين ماتش الكره هو واحد كتقدر تزرع عليه بيضه كيخرج بحالو كاع شنو دابا اللي تبيض لا صافي ماشي بحال انا سير بو مروان تما في لو ان سي جي فين بدات لونتربرونيا ولا حتى لا صراحه بدات تما بديت كنتعلم ديك الساعه بعدا دوزت واحد عامين بلا بيسي في لو ان سي جي ساشون كو كنا كنقراو لانفورماتيك يعني عامين الاولى ما كانش عندي بيسي بورتابل كان عندي بيسي فيكس في الدار فاش كنرجع لهنا الرباط بيسي فيكس عادي بنتيوم 4 تنرجع تنشارجيو داك الموديم ديال الصابونه عقلتي عليه اش اييه كنا ديك الساعه فمشيت تما هذاك باش كنت كنقضي ولكن تما ما كانش عندي بيسي مدة عامين ولكن شحال كنتي كتجيب في الفورمات صراحه كنت كنجيب مزيان 19 20 باش نمشي شي واحد يجيب لي غير باش بنادم ما يبقاش يقول لا كاين ما عنديش بيسي ما نديرش الا ما عنديش لا ما تنجيبش مزيان لا كداش با ما اشتريتش لي بيسي كاع شوف بيسي انا والله غير 4 سنين انا راه مشيت للبيسي حتى للصالير الثالث ديالي هذا خراج وخدام وفي الكور باقي عاقل على واحد اللقطه بروف ديالنا انفورماتيك عطا جا الامتحان هو يعطينا قال لك غتصاوبوا لي ديك الساعه كان باقي ديك التيربو باسكال وي ويقول لنا قال لنا غادي تصاوبوا لي بروغرام ديال لاكار ديال الترين كتخرج التيكي ومشيت انايا صايبتو حيت انايا بغيت نصايب لك البروغرام في الورقه كنطير فيها ولكن بيسي باقي ما شايفوش ويجي ويقول لهم بغيت نعرف شكون هو هذا الريضه الراشدي هذا اللي جا الاول في هذه اللعيبه وعرفتي تما ما كاين واقيلا كان عندهم ديك الساعه ايسات وهذاك الشيء راه بي اكر الورقه والستيلو وانا نقول والله الا هذا الشيء ديال ما جاتش بالبيسي لا ما جاتش بالراس كيمركب يوتيوب ما تبارك الله دابا دو كارت قدام ما جاتش زعما داك القليل البيسي ديال البيسي اخي وكدرتي تشريتي البيسي
خي البيسي اولا شريت بواحد لوفر ديال انجاز الدولة عاوتاني الله يرفع على الدولة فهمتي اش باش مجبوش الدولة معنا لا لا شوف شوف صافي لا كنتعاونك في الاول ومن بعد نسيت اونتربريز تقول لك اعطيني واحد 20% وخلص لي الياس وخلص لي هذا كنت معاك سبونسور في الاول هي في ديك لا بيريود كانت خارجه هذا الانجاز وكنت واقف عليه ديك الساعه في الدوزيام اني في الاخر ديال الدوزيام اني كيما كانش عندي الحق انني ناخذ خصني حتى نوصل للكاتريام اني مع التروازيام عاد خصني عاد عندي الحق انني ناخذ يعني حتى كنفوت لا ليسونس حتى بحال شي بريمير اني ماستر وديك الساعه بقينا كنقلبوا وكنشوفوا الدراري اللي زعما ميسرين في الكاتريام اني اللي قدروا فهمتي يديروا معنا هاد البيع وشري تما لقيت واحد الدري اناس الله يجازيه بخير درت معاه واحد البيع وشري كانوا ديك الساعه كي كيعطيو بيسي وكيعطيو مودم فيه 12 شهر ديال كونيكسيون قلت لي شوف انا ناخذ هذا البيسي هذا وانت غنعطيك داك المودم 12 شهر فهمتي كفهمتي كدير بينات وبالعكس اخي موف خطير تما كون خديتي الانترنيت كنتي تلهى ولا شي حاجه تجيب بيسي بغيتي نقرا سي بغيت لا بغيت نخدم باش نقرا راه قبل ما تخدم ما تقرا اكزاكتلي لا عاوتاني كيفاش يبان لك الحل لواحد الحاجه كتبان لك نورمالمون ما ماشي اهل شيء عادي ستاندر تما اهل شيء ولكن ماشي تقلب على حل ودوز ديل باش تاخذها انا اخي بيسي ملي كنت كنقرا دبرتو بانجاز هذيك المبادره كدا نايس انا كانت هي لا كارت ديال المدرسه لا مازال ما دبرتش في البيسي ودابا غير فاش اكس ديال الفرصه رانا باش تخلص اش دابا البيسي كان كيدير شي 4500 درهم الدوله كانت دايره ليه شي 1500 درهم شوف ما انا ما عرفتش شحال داير خلص 1500 1600 وجمعنا من هنا من الهيل الوالدين شويه فهمتي تخرجوا تعاونونا الله يرحم الوالدين في هذا النهار وخدينا داك البيسي لا ماشي غير الوالدين قلتي لنا قبل الوالدين سميتو الدخار وما عرفتش انا الدخار ولكن وقاص صغير اخي الا ما تاخرش صغير ما يتاخرش كبير لا صراحه كيعطيك الوالد فوق صراحه كنت كنكت شي 100 درهم بحال هكا في السيمانه تقريبا واد 100 درهم في السيمانه وتدخر شي منا شوف خي غيساني الا ما شيتيش من القليل ما تشيتش من الكثير والله يا اخي هذه بدل يا اخي مروان 100 درهم في السيمانه الا كنتو بغيتي ترجع للرباط وتعاود تمشي ما قداش هذا الشيء علاش السؤال انا كنسلشوف الدرهم اخي تحيه للدوله عاوتاني شكرا اخيرا الدوله والله يجي سبونسور الله الدوله عاوتاني ماشي دارت لينا عاوتاني غمضت العين كنا كنديرو اوتو ستوب انا باقي عاقل درت اوتو ستوب من سطات لرباط ماشي مره ماشي جوج يوتيوب دونك راه الناس ماشي سيستم حتى هو كنت يا اخي ليكو سيستم معاون شحال من حاجه معاون مزيانه في الثقافه ديالنا هي واخا كنهزو الهم من بعضياتنا زاك ما هو هادشي اللي زوين المغاربه راه عازين الهم من بعضياتهم راه زعما انا صدم ان زعما التعاون ديال المغاربه هو اللي يقدر يخلي زعما يخلينا واقفين ويخرج شي لعيبات وكذا راه تنهضر انا ليستي كامله دوزت اوتوستوب انا كنت كنعطيني 20 درهم ديال الترونسبور ما عندوش داك اللعيبه اللي راه كاين فطور غدا هاد لي كوزين كثيره خير هادي راه فاكت عليها كنشوف اخي اليوم كتسمع واي لا داك صاحبي عسكر وطلع اسره صاحبي هادي طلع اسره وهذا واي واي لا داك هي سيكوريتي ودار اسره هادي دير اسره لاقاش اخي كنعرف بنادم تيشد 40000 درهم وتيعيش ب 40000 درهم فهمتي لان كيقري ولادو فيكتور هيغو شحال ما طلعوش لا خاصتي تزادوا الفلوس عاد نجمع ما تيجمعوش معلم والله ما تيجمعش ما تيجيش من 1000 درهم ما تيجيش من 100000 درهم مازال ملي كنتي كتخرج هاتي عادول نتفاهم اما اللي كيبدا يتسلف في القليل كيدوز حياته كامله وكيتسلف حتى في الكبير يعني اللي كان كياخذ 100 درهم وما كتكملش ليه السيمانه وتيتسلف 10 درهم دابا واخا تكون عنده 40000 درهم تخاطر انا وياك انت عنده شي 4 كريديات 100% كيولي ريفلكس هذا هو قلت لك الكريدي الطوموبيلات كتفتح لراسك داك المجال ديال الكريدي كتعطي لراسك ديك البوسيبيليتي ديال انك تسول البنك يطيح سيفيك ملي كيبان ليها الصالير ديالك 40000 درهم
تقول لك انت الحياه السعيده الفيلا معلم علاش انت خايت السفر تلا خصك تكون قصايد هذا النوع ديال الدار يمكنش صافي لك سؤال تقول لك اجي نقدو لك ليكوسيستيم ديال الشيء والله نفهم كاف طيب الله بيس ديالهم ناضي وكحضره خير دول بيس مروان البيس هضر البيس اخي غيساني ديك الساعه كنت انا واحد الدري صاحبي في الرباط كنا كنتلاقاو غير في الويكاند سميتو رشيد كان صاحبي وكنا كنقشوا بحال هكا في الانترنت كنشوفوا فهمتي شنو خصنا نخرجوا منها شي حاجه رجعتي عرفتي الانترنت حيت ديك الساعه اصلا علاش بديت زعما كنقلب في الانترنت كان المهم كان مصروف شويه محدود اللهم لك الحمد بخير زعما ما كنتش كنتشكى ولكن زعما كنا كنطمحوا اننا فهمتي نطلعوا شي شويه كان ديك الساعه فهمتي كتبان لي اما نمشي نخدم في شي بحال ماكدو ولا شي حاجه شي بارت تايم مزيان ما كانش ماكدو في 16 حتى ماكدو ما كانش دونك حتى حاجه ما معاونا راه قلنا فهمتي غادي نشوفوا في شي وسيله اللي غادي تكون ايبغيد وغتكون خدامه لينا حنايا اللي هي شي حاجه اللي غتخدمها من الدار اللي هي غتخدمها من الانترنيت وانت كتقرا وهادي دونك هذيك هي بحال قلتي الطريق الوحيد اللي عندك باش انك تخرج شي حاجه 27 اورو اللي كنتي خليتي اللي هي 127 دونك راه على عقلك فكر في ديك اللعيبه اللي كنتي بديتي بها وخليتي ديك 27 لا هذيك 15 15 اوروبا لا عاد جايه عاد جايه بعد جايه قصه 127 هذيك مشات هذيك فهمتي ولكن راه عقلك رجع قال اجي نمشي في انترنت هذيك واحد النهار قصت الفلوس واحد البلاصه هذيك عطاتك امل ولكن كانت امل ولكن ديجيتال مازال ما قصيتوش فهمتي كما قلت لك دابا بدينا نقشوا تنشوفوا هذا ولقينا ديك الساعه بدلنا شويه المايند من الربح العمل دابا تولي تما فهمتي الصات تبدل فهمتي شويه البيرسبكتيف حيت كلشي على حساب كيفاش كتشوف الحوايج انت كتشوفها كربح يعني راه كتبغي تضرب لها وتا صافي عاود الاخريت اللي هو حتى الا قرات الشاب كلشي باغي لا مشكله دونك ديك الساعه فهمتي بدينا كنشوفوا كيفاش غنخدموا من هذا الانترنيت يعني كتشوف واحد مثلا عنده سيت تدخل السيت هذا صاهر عليه تيكتب فيه شنو كيدير فيه كيفاش كيجبد منه الفلوس زعما خونا خدام كيابلودي الفيديوهات وكيحمق راسو علاش تخرج مسالي راسو ولا كيفاش كتبقى تسول دوك الاسئله ديال كيفاش هذا فهمتي اصلا متواجد في هذا الانترنيت وشنو الغرض ديالو انه متواجد هنا حابي انه خير مزيان هاد الاسئله الوجوديه علاش متواجد كتقرا في القرايه في الفيزيك وهذا تيبقى يقولوا لك حلل كذا صحيح لك التوجد كتابليكي هذا تخدمه اكزاكتلي دونك فهمتي هنا كتبقى تسول دوك الاسئله وكتبقى فحالك كدير ريفرس انجينيرينغ بحال قلتي كتبدا من هذا اللي كتوصل فهمتي الحاجه اللي كتادي لداك الريزولت اكتشفنا بان كاين واحد الحاجه سميتها ادسنس واحد الحاجه سميتها لي سيت ويب ولي بلوك وداكشي الا كتبت واحد الارتيكل دخلوا ليه 1000 واحد كيكون عندك واحد الار بي ام ديال قدا وقدا على حسب الكونتري فين كدير وديك شي باركه واحد السيت ار ديال قدا وقدا على حسب لون بلاصمون يجيك شي باركه في لي كليك وداكشي اللهم بارك مزيان معادله مزيان شي بديتو في العطله ديال الصيف هذه في الصيف في الصيف ديك الساعه ما كاين لا لا فاكونس لا حتى شي حاجه اصلا ما كاينش باش دير فاكونس ولكن فهمتي مزيان اخي دوينا على الفاكونس اخي كي كانت كدوز فاكونس اخي كنا كنمشيو مع الدراري ولاد الحومه كنا كنمشيو اخي اوتو ستوب كنمشيو كندوزو احسن فاكونس في اكادير وكنرجعو اوتو ستوب كنخيمو تما باخر كندوزو 15 يوم شي 500 درهم ولا شي حاجه بحال مزيان المهم كنا باخر اخي كنا كنخرجو هادشي علاش سولتك احنا كنا كندوزو سفر مهم سفر مهم ومن والو خاص تحقق الهدف بداك الشيء اللي عندك ماشي بالضروره تكون عندك شي حاجه اللي اكستراوردينير باش دير داك التصافيره اللي بغيتي ولا شي حاجه يتخرج تكون ممتعه الصراحه ملي كديرها لا حنا دابا معمر كتقالي فيها وتيكون فلوسها عندك وحاسبه تكون ممتعه والله العظيم كنا ديك الساعه مشينا شي 8 د الناس واقيلا كنا درنا دي بينون بحال هكا كل جوج مع بعض مع بعضياتهم مشينا شدينا اوتوصوب قلنا نتلاقاو في شي غازوت خرجنا من هنا باش تعرفوا كاملين صنا كاملين كل واحد وقتاش بالضبط شوف شوف اخي انا كتستنتج وحق ربي واخا تعيا ما تخايف داك لو بيرا ديال طرا ما كيطراش الحمد لله انا كنستنتج كاين واحد الحكمه ربانيه تصور واحد النهار كنا 140 طوموبيله خرجت من مراكش باش تصل طنجه ورجعنا لمراكش والسرعه باش كنا غاديين راه تنقول لك العيان غادي ب 140 راه ما كاينش حتى اش كنت كنقول يا ربي شتي لو وصلنا ورجعنا غادي نعرف راه والله تيستر وشي كاين بزاف د الحوايج تنقول اصاحبي راه شي واحد غادي يتقلب راه شي واحد غادي يتشتت وشتا مرونا القضيه واحد الجمعيه نظمت واحد الرحله فت بتنا في مكناس فت طنجه
رجعنا من طنجة لمراكش دقة واحدة. عرفتي صاحبي ملي رجعنا كاملين والسيد جلس كيحسب الطوموبيلات يحسب الناس في الملعب ديال مراكش هو فاش درنا ملي رجعوا نتلاقاو فيه وكل شي رجع قلت اخويا من رجعت 140 طوموبيلة وحق الله الا الله الله الا كيستر حتى داك الاوفر ثينكين ديال كتبقى تخيل ديال سيناريو اللي هو حمار تما كيخليوك انك ما دير والو فهمتي حبسوك والحاجه الاخرى الدرس الزوين اللي كاين هنا هو انه ملي كتكون مع دراري صحابك هذا مايند سيت زوين وهذا لي غوتي نقص هذيك حيت كاين شي واحد باش تقول ليه شد اوتو ستوب اول حاجه ملي فكرت حتى شي حاجه كيقول لك ما رضاش علاش ندير انا داك الاوتو ستوب علاش انا نقول لواحد وصلني معاك ليغو هذاك ليغو الا كان عندك الهدف محطوط ليغو تينقص تيولي ماشي يساوي حتى حاجه نضرب في الزيرو وي ماشي سواش اما كاين اللي ليغو غا ليغو ديالو تيقول لك ما نبداش ما يمشيش ياكل في المطعم ديال الجامع وانا كان حتى داك لو بوين ديال لان فهمتي الواحد اللي عنده مثلا ميسر ليه القضيه كيكون عنده واحد ليغو طالع وحتى واحد اللي قاري بزاف عنده واحد ليغو طالع فهمتي اخيرا اللي تجمع عنده قاري بزاف وعنده فلوس الفخ اخيرا باز ليه بنت مريحين في القهوه كندرسوا واحد المعادله صعيبه ديال شوف وحق ربك خريطه راه حنا اللي جبنا نقطه قليله 10 وما عندش والدينا الفلوس وما عندناش فلوس حنا هما اللي ساهل ننجحوا راه خونا اللي صعيب ينجح واخونا اللي تزاد عنده الفلوس ميسر عليه وجاب نقطه واعره تعرف يا صاحبي اللي يقول في السماء علاش غادي نوض نخدم مقاد الامور وشوف وكيتفروستر بزاف هو هذاك الانسان معرض لانه الاحباط اكثر من النجاح علاش حيت كيكون عنده واحد التطلعات كبيره ولكن ملي كيخرج الارض الواقع الارض المعركه الغابه تيبدا يلقى داكشي اللي هو باغي راه ما كاينش يتوب عليك يبا كان ميكاليا مثلا انا يخرج انا هاد القصه اللي تنعيشها واحد البنت خرجات للسوق العامل قرات في الاخوين كيقولوا لها 5000 6000 درهم في كازا كنت نقول لهم واش نتوما حماق فهمتي با قال لي عافاك يجلس مع البنت شرح لها راهي خاصها تبدا وخاصها تبدا شرح لها راه بلي راه باقي المستقبل وباقي الخير لقدام وباقي كذا تقول ما يمكنش انا راه كنت كنقرب اكثر من هادشي كيفاش 5000 جات تفلاو عليا فهمتي والبنت كانت غاديه بالطوموبيله وكانت عايشه الحياه دابا ما يمكنش تخرج واحد عاجه الحياه زوينه وتجيبو للواقع الواقع خير درك عار كاين لي ليزان ديالو نجري على العود ما كاين لا السرج لا حسي مصارحه كنحتارم الدراري ولا البنات اللي كيكونوا ميسر لهم قضيه فهمتي ماديا وكيديروا شي حاجه اكثر من الناس اللي هما فهمتي ما عندهمش انا خايت كاع الحوافز باش شحال هادي قلت لي هاد الهضره غادي نقول لك اخي مروان سمح لي راك تخرب ولكن اخي انا ملي عشت وضربت 33 سنه في هاد الكره هادي الكره الارضيه اخي تقول لك هضرتك صحيحه اخي مروان والله الا كان حنا ما كاينش عندك شنو غادي دير زعما ماش خصك زعما انا مشيت لونتربرونيا حبا ترى انت بزز منك خاصك تمشي لونتربرونيا جيب 10 اش كتسنى حتى الفشل عندك غير ردك لاكاس ديبار وما عنديش الفلوس دونك اللي جبتو ربح اما الفشل ديال هذاك اللي كان مرتاح الا نزل غير جوج درجات على النيفو اللي كان فيه صافي الدمار الشامل صافي تما كاينش شي كتلقى شي قبايل تيداوي بالقران تاع الله صافي هاجي خير هذا من بعد من بعد صراحه كيكمل ليا وصلنا للخدمه الصيف تعلمتو الادسنس تعلمنا الادسنس شفناه لي بلوغ قدينا بلوغ بلوغ سبوت فابور ديال جوجل قدينا ادسنس فابور ديال جوجل يعني زيرو انفستمنت ما كاين حتى شي حاجه البلوغ هو التقاد هو الكونتنت فهمتي كتبناه فيه وداكشي خاصك ليه الناس اللي تجيبهم منين غادي تجيبهم وتجيبهم من فيسبوك مشينا كنخدموا في فيسبوك كتجيبوا الترافيك فابور تاعو الاسم اللي كان هو الوقت اللي كاين عند كاع الناس دابا وما بغيتش انفيستي باش ما كيكونش عندك الفلوس الكورنسي ديالك هو الوقت والوقت اللي خصك ديبونسي لا واللي كاين عند واحد 99% ديال الناس وما بغيتش انفيستي 100% نقدر نقول لك داكشي الجهد اللي كنت كندير ديك الساعه على ود اورو واحد في النهار اكس 5 داكشي اللي كنديرو دابا تيما خاي البدايات تيما كان عندي الجول ديال الاورو واحد في النهار مزيان اخويا دير واحد والله الا قول ناضي حتى انا ديما تنقول للدراري بدا الهدف ديالك حطو هو دير اورو واحد دولار واحد في الشهر
كنت تفلّع ليا صاحبي تنقول ليه اسمع ودير الشهر اللي بعده جوج دولار، الشهر اللي بعده 4 دولار، في الاخر العام الشهر 12 تلقى راسك داير مليون. وانت تضرب جوج تضرب جوج. حيت هادوك لي الجولز اللي هما فهمتي مبالغ فيهم غير كيفشلوا فهمتي. هو من النهار الاول باغي ما عرفش باغي فهمتي. دابا تيصيفط ليا تيقول لي اخويا السيمو حتى انا نخدم ندير الملاير وندير الفراري تنقول ليه الشريف جاست ريلاكس غير بشويه عليك رانا حنا حطينا لكم استراتيجي خدمي يجي بدولار بعدا تاخذ امن دولار. انا راه انا بديت ودرتها في السيمانه مزيان دوز لجوج دولار. لا انا خدام على مليون دولار. اش بغيتي مليون دولار فين كتعرفوا اللي يعرفك؟ لا بالمناسبه اليوم 10 سنين على البراند ديال سيمو لايف. وراه سيمو لايف راه دار مليون دولار مسكين 10 سنين وهو تيخدم. يجي حيا قال اخي يجي حيا قال 8 سنين ياك. 8 سنين يعني راه هاد المعادله ديال المينيموم تفوت 5 سنين راه زعما بروفد بزاف ديال الناس دابا. يعني داك اللقطه ديال حكا انا راه شفت سيمو دار مليون دولار شدي دار مليون دولار انا غنديرها اي راه ماشي صعيبه وماشي مستحيله. واش طلع على سيمو في البدايه؟ لا وراه كنا كنهضروا على سيمو في الطريق قال لي راه فريمون كون زعما خدمت البراند سيمو لايف كوم الفو عطيتها كل نهار وقتها وكل نهار داكشي اللي خصها ويلي ولكن السر كان غير فداك كونتينيوي اكزاكتلي. حنا خدامين مرونه ولكن بسوي ديماري واحد الوقيته كاع تلقى سيمو مابقاش كيهضر كاع على البراند سيمو لايف واحد 3 شهور شويه عاوتاني تيرجع واحد 15 جو ولكن هذيك 10 سنين هي اللي عطاتها ديالها. مزيان زعما الشباب يتعلموا راه زعما ماشي مستحيل ولكن راه غيكونسيستنسي اللي قاد يضرب داك 10 سنين. داك خونا اللي كيمشي تريني ديما غير مصطام ولا قلتي وصلت شي حاجه نفس الرايك خونا اللي تيمشي لاصال تيقول لك اليوم انا جاي ندير هاد الشهر هادو تيغبر عام. لا انا نقول لك هي لا كيسيون زعما الا كان شي درس جديد نعطيوه اليوم للناس اللي كيتفرجوا فينا هو انها كاين واحد القضيه سميتها التوازن. كلشي كيتجرى التوازن بحال هذا المثال اللي قلتيه كنقولوا كاين واحد كيتسمى الكويفيسيون كيف ما كنسميوها لامباكت ديال الفيراري على الحياه ديال سيمو الا قسمتيها هي على اشنو عنده خاص تعطيك بحال هذاك اللي كيشد السميك وعنده موطور الا قسمتي الموطور على السميك خاص يعطيك نفس الريزولت التوازن. بار كونتر الا كنتي انت عندك السميك وباغي حاجه كبر من الموطور الراس هذيك النسبه المئويه خربقتيها المعادله خربقتيها راه كيف ما سيمو خدا فيراري ديرير كاين واحد لي زاسيت كيف ما انا عندي انا كادر وعندي طوموبيله اكس هذيك الا قسمتيها اقول له شنو هي الاكس اقول لهم خير هذا شنو هي الاكس سيريسلي اللي عندي الرونج مزيانه خيرات غتقسم هذه على هذه غتعطيك خاص تعرف نفس المعادله الا لقيتيها فايته راه عندك ديزيكيليبر ولا لقيتيها اقل عرف راسك زقران. كاين هاد الفيات كنت بغيت تلبيك حتى الاخر كاينه سميتو انت تقولها صافي الله يعزك اش فين خلينا اخر خلينا في الخدمه وداك الشيء في البداية وداك الشيء كنا كنخدم المهم كنا اورو في النهار كان عندنا قول صراحه اول شيك جا بيت شحال 90 يوم ديال الخدمه 3 شهور يجو 90 يوم ديال الخدمه نون ستوب شحال جا جات 127 اور يجو شخديتها من ويسترن يونيون الناس جاو في الوقيته مقاد تصورنا حنا كنت البيئات الغيساني وهنايا وكذا انا كنت لاقيت مع الغيساني كنت لاقيت معاه في ياما سيتي بانك عاقل عليه شوفه فهمتي ديك الساعه سيتي بانك تجمعونا كتلقاوش كيوصلوا الشك في المغرب وكتلقى المغاربه رحله الشتاء والصيف الرشر كيسافروا لكازا مزيان كتنيتوركيو تما كتلقى لا ما كناش ثقافه نيتوركينغ وكندويوش بيناتنا شي حقد على شي حيت اصلا كانوا وصلوا في نفس الوقت وكانوا وصلوا في نفس اللحظه تيبان لي كان هذاك خونا جاي يزاحمك كان هذاك الشيكات كاملين كيوصلوا في نفس النهار وكلنا ما تنصبروش ان زعما نتسناو الغد ليه لا والو الا وصل اليوم الا خافي تبيري عرفتي التران كنا تنتلاقاو مع شي وحدين كل شهر درجة عرفناهم مشينا عندهم السلام خويا واش تنتوما ادسنس خويا تنتوما نازلين سيتي بانك في كازا خويا لا سمينو حيز في سيتي بانك الله يسر الله يسر
جات تيريتيا في ويستر يونيون كي كان اخي داك الفيلينغ ديال اخي تيريتيا في ويستر يونيون خرجت من لاجونس كان خصني نورمالمون نمشي الطاكسي ديك الساعه نمشي في حالي تمشيت واحد شي شويه تمشى الباطا هذيك المشيه ديك اللعبه ديال كترسم حياتك ديال كت كت يو ستارت بليف كتخرج من داك الشيء ديال راه كيقدر تكون شي حاجه وهذا شي حاجه اللي كاينه لي كونكريت زرقاء فهمتي كتشد زرقاء ماشي نمبر في اكسس ماشي نمبر زعما 20 اور 20 اور ما فيها والو فهمتي دونك تما يو ستارت بليف وكيبان لك فهمتي الضو كيبان لك ديك الطريقه ديال الضو صافي كتبدا تقاد لك الافكار في راسك فهمتي ديك الساعه كتشيفتي عاوتاني من باغي غير تديباني الباغي فهمتي تخرج من هادشي متى كنتي كتخدم راه دابا رجعتي عاوتاني السنه الثالثه في الدراسه هذه تقريبا بحال السنه الثالثه سمحتي في القرايه ولا لا لا كنت قرايه كنت كنديرهم بجوج صراحه كنت كنقرا وكنت كنخدم وصراحه زعما اي واحد يقدر زعما يوفق بيناتهم زعما سي كيسيون ديال بريوريتي وصافي كاين شوف هادي الجمله اللي بغيت نسمع كيسيون ديال بريوريتي كاين فهمتي شوف الواحد كيقرا عنده نهار ديالو مقسم لبزاف ديال الحوايج نهار الصحاب قهوه البلاي نتفليكس دابا نتفليكس الروينه فهمتي يعني هادشي كامل كدير الزائد والناقص وكتخرج واحد الوقت وكتخدم صافي كترجع للفكره ديال التوازن بغيت تخلق التوازن شتي حتى فاش كنهضروا على النقط الباك الناس زعما الناس باش تيفهمونا اكثر راه حنا اش كنقولوا راه حتى تعيش باش تجي في 19 راك درتي التفوق شنو هي التفوق هي غلبتي كفه على كفه يعني وقتك ولا غير ديال القرايه نسيتي بزاف د الحوايج اخرين وعلى سماو 10 المعدل حيت المعدل هو اللي كيخلق لك التوازن صافي ديال التوازن ناري 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 رضا رضا الفاطه ديال هذه ديال واحد الدكتوره ديال علاش خاص تجيب 10 ثلاثه حتى هي تفوق في الفاشل دونك كبرتي كفه على وحده اخرى صافي كتقول المعدل والمعدل كيختلف من واحد لواحد مثلا انا الا كنت باغي ندير ميدزين المعدل عندي راه معروف راه هو 16 ولا شي حاجه هذاك راه سموه معدل للولوج واحد اخر عنده معدل 10 واحد اخر عنده معدل 12 المعدل انت اللي كتختارو وانت اللي كتختارو على حسب التوازن اللي بغيتي في حياتك اما الا كنتي غادي تدوز 12 ساعه في النعاس وانت كتقرا غير 8 السوايع في النهار وتقول راه انا عاطي حياتي للقرايه لا راه عندك تفوق في النعاس راه هو كل 12 ساعه ولا 14 ساعه في النهار دونك هو مروان في الاول كتكون صعيبه ولكن خلق التوازن حنا تنقولوا للناس ما غير ما تبقاش تنساق عرفتي شكون هما الناس اللي كيفشلوا بزاف هو اللي كتشعل فيه ديك الفتيله في الاول ديك بحال الضربه ديال المدفع بوك كيتطلق كيتفضغي بالطريق طويل وهي الطريق راه قلنا داك النهار قلنا راه ماشي سباق ديال 100 متر راه 10000 كيلومتر حواجز فهمتيني كنت خاصك تجري وتنقز وهذا والسوفل وداكشي ولكن خاصك تلقى الريتم خاصك تلقى الريتم باش تجري وخاصك تخلق داك التوازن زعما الله يعطيك الصحه مني وعيتي بها وانت باقي في 3 اني كتقرا فاش كنهضر على 3 اني كتقرا يعني راه واحد 20 عام 21 عام حرك 19 21 بلان اوكي دونك كتقرا بالصباح كتخدم بالليل كنخدم كشما جاب الله ماشي زعما بالضروره تكون زعما ماشي بالضروره تخدم بالليل ولا يعني كانت عندك شي ساعه مشقوره في الخدمه بلان يعني كتحيد عليك كان تحيد عليك 13 كلشي كيموت هذيك الساعه شنو كنتي كنتي ديك الساعه كنتي الساعه الساعه كيعلقهم في الماضي طوم اول حاجه كنتي تقلب عليها فين كاين الساعه كنت اخي ديك الساعه خدام انت وشي واحد ولا خدام بوحدك ولا كنت ديك الساعه صراحه خدام راسي كنت سولو يعني ما معايا حتى شي واحد داس واحد المده وكنت تلاقيت مع واحد السيد دابا اللي هو البارتنر ديالي من ديك الساعه الى يومنا هذا اللهم بارك عليه 2013 هادشي لا 2014 بحال هكا الى يومنا هذا كنا كومبيتيتورز زعما كنا كنديروا نفس الخدمه وكان كل واحد فينا كيدير شي حوايج اللي الاخر فهمتي كيشوفهم اكسترا اوردينير شي حاجه اللي فشكل فهمتي وكيجي كندخلوا عند بعضياتنا هي كيفاش هادي كيفاش انت كيفاش انت كيفاش انت درتي مع البارتنرشيب تلاقيتي به ولا لا ما تلاقيتش به ديك الساعه كنا صافي اتفقنا اونلاين ديجيتال اتفقنا اونلاين وداك الشيء
ومن بعد تلاقينا وهذا وتعرفنا وداك الشيء تلاقيتو حتى ضربتو شي فلوس مجموعين ولا تلاقيتو قبل ما تبداو تخدموا لا حتى ضربنا شي حاجه مجموعين عاد ديك الساعه فهمتي فرقنا دونك حيدتو داك المثال ديال الشركه عاكه لا ما كاينش الشركه لا الشركه غير انت فيكم مشكل ولا اخر فيه مشكل ماشي الشركه اللي عركه زوين زوين في الانترنيت سيكو زعما الدومين كبير ما كاينش واحد غيقد عليه بوحدو اكزاكتلي كبير بلا كثرت 10 وشفت وفهمتي بحال قلتي واحد كيكمل الاخر اكزاكتلي تبارك الله عليه فهمتي حتى هو فهمتي الجا وانا في جهتي حتى انا فهمتي كنقاد الامور ديالي وهي غادا والحمد لله فهمتي مشات الامور والثقه هي احسن حاجه فهمتي كتقدر تكون ما بين فهمتي البارت انا ما كاينش الثقه اصلا ما كاينش البيزنس اصلا هذاك تيقول لك اخي راه كاين هذاك عندي ديك الشركه الصاط عرضت مع البلدي ما جاش ديك الشركه وارتاح الصاط الترخي في راسك قربت وكتلقى عاوتاني النقطه اللي مزيانه قالها وشفناها حتى البارح مع يونس وزكريا ولا معنا الناس اللي دازوا من قبل هو لا كومبليمونطاريتي هو ملي كنكونوا حنا بجوج باغيين نصوروا وبجوج باغيين نديروا نفس الحاجه وباغيين نديروا نفس الخدمه ويكون عندنا نفس البوفوار وكنفكروا في نفس الحاجه ماشي كيكون واحد ميكر يعني كيصنع واحد شيكر كيكونترولي واحد فهمتي كيكملوا بعضياتهم ملي كيكون كل واحد باغي يديرهم كاملين وعنده راي فيهم كاملين وباغي يدير ابليكيهم كاملين بالتوجه اللي عنده تما الشركه عركه لا وكلشي باغي يصوب انت فهمتي ماشي باغي يصوب حتى ديك كثرت الحسابات الخاويه ديال انا درت انت درت شي وداك الشيء كامل فهمتي ما حيتاش ديما الشركه ما عمرهم ما كيديروا نفس الحاجه بنفس الطريقه بنفس الميزان كيتقاسوا بنفس الميزان يعني يمكنش تكون فهمتي 50% 50% مليار في المئة حيت كاين شي حوايج كيكونوا سوبجيكتيف كاين شي حوايج فهمتي يقدروا يتقاسوا شي حوايج اللي ما يقدروش يتقاسوا وداك اللي كي ديما كيكون فهمتي كيبقى يتحاسب مع الشريك ديالو بزاف زعما درتي ولا درتي واخا شفت بزاف ديال اللي واخا مروان تيدوي على الجهد كان كنضرب تماره وما كيضربش تماره وكتجي كتلقى خونا الاخر هو المفكر والمدبر ديال العمليات كاملين فهمتي خونا الاخر تيحسب تيقول لك راه انا تنجي من هاد الوقيته هادي وكنضرب كدا وكدا ودخونا هذا هادي هذاك عشتو ريحت معاه بجوج قلت له اجي يا معلم اشنو دابا نتوما تفرتكوا قال لي الشريف هذا راه كيرول قول لي الكليان كاملين شكون اللي جابوه قال لي ولكن راه تيجيب لي الخدمه تيجيب لك الخدمه هذا ديفلوبر الاخر تيمشي يجيب لك الكليان قال لي دابا هما بجوج ديفلوبرز هذا بحال اش كنسميو هذا كاين واحد لا كاين تنسميو سد على راسو والاخر انتروفيرت هذا انتروفيرت الاخر اكستروفيرت الاخر تيزرايبي تيمشي دويك تيمشي يدير يز تيليفون يباس لي زكي ميتينغ مع خونا يمشي كلوزي تجيب ولكن راه بجوج ديفلوبرز هذا قال لك اخويا مابقيتش غادي نديفلوبي نمشي نجيب الكليان الاخر حقد عليه قال لك راه الساط راه حنا زكينا غادي نديرو هاد الشركه بجوج وغادي نديفلوبيو بجوج خونا مابقاش كيديفلوبي سمح فيا ومشى ملي ريحت معاه ومن اقتنعت بخونا قلت لي شوف الشريف باش نجيك من الاخر راه هو رابحك قال لي لا ولكن انا اللي كنضرب تماره قلت لي لا راه حتى هو تيضرب تماره شوف نقول لك واحد الحاجه فهاد الاتجاه منه هو زعما نصيحه اللي كتقولها لاي واحد شي حاجه كاين شي خي ايو باش جا شرفنا هنا يا خي ايو حدا حضر يدفع داك الكورس اللايز داك شويه صافي شوف كاين شي حوايج كيتفيكساو نهار الاول اول حاجه خاصنا نكونوا ترونسبارون في كل شيء دابا الاشكال اللي كتلقاه ما بين جوج ديال الشركه ولا ثلاثه هو نهار الاول كان كل شي واحد كيبيع الاخر ان الدنيا غوز انه هو فهمتي نازل من جاي من المدينه المنوره وما عرفتش داكشي تيقول لك انا سيرتو اخي هادشي كتلقى في كلشي في الزواج كلشي اي شرك مشكل ما غتلقاو معايا حتى شي حاجه وحنا غنديروا دابا حنا فاش كنجيو دابا حنا صحاب جالسين ولكن الناس اللي تما خاصهم يعرفوا انه حنا فاش كنكونوا باغيين نديروا شي دين راه كنجلسوا للضرب والجرح نهار الاول كنخرجوا مباوسين ومعرقين باش ما كيطرا حتى مشكل من بعد فهمتيني الحوايج خاص تيكون الوضوح ونفيكسي الماكسيموم ديال لي غيغل بيناتنا من الديبار ولكن اول غيغله رضا اول غيغله هي الثقه
راه شوف راه فيكسي وانا وياك لي غير لون غادو كي انت ما تيقش فيا اش من غير غلاد انت دير معايا وغادي تقول لي هذاك السطانه راه شاك ولكن انا تيبان لي راه غايقلبني في شي طريق صافي راه كريتي علاش راكب معايا علاش راكب معايا زعما اول غايق لي الثقه وداك الشيء الاخر انا تنظن كلشي عنده الحل غايوقعوا مشاكل وغتحلوهم غا جو بونس في الباركور غايوقعوا لكم مشاكل فيلونسمون غايوقعوا لكم مشاكل ديال تبعنا ولي كونطرات اللي حتى شي ولا حاجه ها هو راه غادي يعاود لينا بيان سور هذا هو الاساس ديال البارتنرشيب بديتوها بقات غادي مزيان ولا طراو شي مشاكل ولا طراو مشاكل صراحه ولكن ماشي بيناتنا بيناتنا صراحه اللهم لك الحمد زعما لا زعما هاكم مشاكل في العالم طراو مشاكل مثلا في 2016 وقيله كانوا تسدوا لنا كاع الاساس ديالنا ديال لي باج وداك الشيء بسبب واحد البروفيل كان مزيود فيهم داك البروفيل غير محطوط وكان فاش تسدوا جر معاه كلشي دونك كنا فهمتي بيلدينا بعدا واحد البيزنس بدينا طورنا بعدا داك الشيء فهمتي ولا عندنا دي ريداكتور ولا اللي كيكتبوا داك الشيء ولا عندنا ماغازين يعني ما بقاش غير بلوغر وداك التخربيق يعني فهمتي ولا مشروع ولا مشروع فهمتي بحد ذاته فهمتي بعقلو فهمتي كاين الناس اللي كيكتبوا كاين الناس اللي كيقادوا كتخلصوا نتوما ناس كاين فهمتي كاين واحد لا ستركتور اللي هي صغيره اللي فهمتي قادره بدايه مشروع بدايه مشروع فهمتي وخدمتي معاكم ناس كيكتبوا خدمنا شي ناس فهمتي كيكتبوا حتى هما في مزيان واخا نتوما دزتو من بلوغر للماغازي دونك فهمتي دزنا من فهمتي غير كنديباني ولا شي حاجه اللي بعقلها فهمتي كتكتب بواحد لين ايديتوريال وداك الشيء كامل دونك من بعد كانوا طاحوا لنا كاع لي باج طاحوا لنا كل شيء يعني فاش طاح الربح ولا مشى كاع الربح لا ما كاينش طاح الربح زيرو زيرو حيت راه هذا الشيء كاين الحال حيت كيتبنوا على كانوا عند واحد ثلاثه ديال لي ريستو فهمتي يسدوهم فهمتي يسدوهم يعني ما كاينش فهمتي شي واحد كياكل بالتخبيه صافي سدوه زوين في الانترنيت سكو ثلاثه عندك كان ثلاثه ديال لي ريستو غتلقى راسك عندك طوابل هذيك الكراسه وكاري وروينه وكذا هنا كان عندك دومين اونلاين شويه انفستيسمون في الكونتر يقدر اخي في لوكا ديال شي وحدين يكونوا عندك الموظف كاين انا تنهضر على هذه البدايه تيكونوا وفحال هاد الهيتس هادو اللي كيوقعوا تيديروا لك واحد الكوشن مارك كتبدا تشك شي شويه ولكن شنو هذا الاحساس فاش كتوصلك غير ديك المعلومه الاحساس كتكتشفها الاحساس كيكون خايب خايب وشحال كيبقى عرفتي شي علاش شحال كتبقى دايخ نقول لك واحد الحاجه شي بحال اللي كنتي كتحلم شي حلمه زوينه وخشيف كوشمار فهمتي نيشان ماشي فكتي الحقيقه ولا شي فكتيف كوشمار نيشان حيت حتى صافي بديتي كتولف واحد الخدمه بديتي كتولف واحد الانكام كيدخل لك كل شهر بديتي كتبني حياتك كتبني احلام ديالك فهمتي دريمز والعباش الحداد شحال بقات عندك بقاش حيت موراك ديال الحداد بقاش مده الحداد العشيه وحده خير والله الا شداد الله يرحمها بعدا غد ليه بدينا تان الله يرحمها حيتاش ما كان حيتاش عرفتي شنو كنامن انا كنامن بان داك الوقيت هذيك العشيه اللي كانت فهمتي واحد شويه ديال الروينه ديال الاحاسيس تشان علينا بحال قلتي شدينا داك الاحاسيس كامله داك السعره ديال فهمتي علاش تسدوا علاش هادي وظلمونا وحنا ما درنا والو وكذا وشكون هادو اللي يتحكموا فينا داك الشيء هي باش فهمتي عطاتنا واحد البوش باش نبداو شي حاجه اللي نقولوا هادي اللي نبداو حسان من داك الشيء الاخر فهمتي اللي مزيان يعني بحال كتشد داك الانرجي كامله اللي كانت فهمتي فيك كتحس بها في ديك الوقيته وكتحطها في واحد الحاجه اللي غادي تزيدك لقدام راك عارفين ديما صافي سمحتوا في دوك لي باج وصافي ولا بالكونتاكت ديال الفيسبوك بقينا كنحاولوا كنكونتاكتيو فيسبوك من هنا من اللي كنشوفوا اللي عنده لاكسي الفيسبوك اللي عنده لاكسي الايميل وداك الشيء المهم بقينا فهمتي كل نهار مده شي 6 شهور وحنا فهمتي بدون ملل واش هو هذا اللي كنبغي نسول السيمو ديما دابا فاش كيتبان لشي واحد شي كونت ولا كيمشي لي كونت باي بال ولا كيمشي لي كونت سترايك دابا انت نهار وقعت لك هذاك خونا اللي كتبقى تعيط ليه في السوبر كي كتخيلوا في راسك ما عمرك تخيلتي في راسك هذاك خونا اللي كيوصلوا دوك لي زيميل كي داير يقدر اخي المخيله ديالي انا شويه تكون عاديه انا بعدا بحكم سافرت للامريكا هكدا انا ديما تنتخيل هذاك اللي جالس تما كي ما كيطيح الميل ما تيدير ليه ارشيف عرفتي ما حاش حتى حاجه ما حاش بيا شي انا شاعل فيه العافيه 100% ما حاش هو ما حاش 100% ما حاش كتجي واحد 100 تيز في النار اصلا حيت انت ماشي انت الوحيد هادشي دابا تلقى خايب بحال داك الناس كما قال ايوب عنده بزاف تليكا في النار ولا عرفتي حنا في المغرب حيت عندنا في الثقافه
ديال الا كنتي عارف فين فين عنده البيرو كتقصدو هذا ما عارفوش انت فين انت خارج لك من الرابطه ما عندك كي دير ليه اما الاخر هذا الشيء غتقول لهم غنعس لكم هنا وداكشي شوف 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 فراسك هادي من الحوايج اللي باقي مأجلين الادز تيقول لنا علاش ما طلقتوش الادز يو كان ادز نطلقوا الادز راه كاين عندنا بزاف ديال ليش نولي انتيغريو مع شي شركات وكذا ونطلقوا الادز تنقول لي شو اخي في ثاني بنادم انا راه ما عادش يتقبل راه بالرب وتسد ليه الاز تيقلب عليك الرباط كامل ياك اخي مروان تقول لي انت غادي تقبل هو انه ضرب مثلا 2000 اورو جيتي قلتي ليه فروض والله ما تخلصها والله يجي يقلب عليك نديرك الله وسيرجي تجمعوا شي 6 انت راه عندك مثلا 2000 شي ناس بانيتي 6 بانيتي 100 200 قولوا 10% شي شهر كانت فروض بانيتيو هايجي ويقول لي اه شتي اه راه نتبوع عليه ماشي نسحق الفرصه وداك الشيء ولا دار شي دو ولكن دائما تيقول راه هما داو لي رزق ماشي مشكل دونك ستشهر الصاب كنتو غادي تكونتاكتيو ستشهر وحنا عندنا في شي امل انهم يرجعوا واخا يا في نارمور رجع فيهم شي حاجه اللهم ما تملش راه زعما الصراحه بقيتو اخي هي كتكونتاكتيو ولا مشيتو ولا بغيتو شي حاجه اون بارال لا بدينا ديك الساعه فاش طاح كلشي بدينا ديك الساعه بدينا الايكو ديك الساعه فهمتي قلنا الايكوميرس ديك الساعه اصلا كنا بغينا نبداو وكنا كنقولوا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا بحال قلتي داك المومنتوم ديال الايكوم مازال ما تحطيناش فيه مازال ما تحطيناش في داك في داك الجو ديال الايكون فهمتي وانا اخي كنامن واحد اللعيبه ملي كتكون الامور ماشيه صعيب تبدا شي حاجه صعيب تبدل كتكون داخل الفلوس علاش انا تنقول لك هذيك القضيه اللي وقعت لينا كنقول لك ما بين احسن الحوايج اللي وقعوا لينا وكنظن اغلبيه فهمتي اللي طاح عليهم شي حاجه شي بحال شي ترامبلان خص ضروري تهبط باش تطلع شاف هادي من احسن الحوايج اللي وقعت لنا ان هبطنا للزيرو داك النهار بديتو الايكوم لوكال هنايا لا لا بدينا الدروب شيبين دروب شيبين كيفاش عرفتي على الدومين انترنت نيت فيديوهات كذا ولا طومين غير لي جروب وداك الشيء كنا كندخلوا بحال هكا لي جروب ديال ديال الخدمه وداك الشيء فهمتي ديال الانترنت وبدات ديك الساعه ديك الطوندونس ديال الاي كوميرس والدروب شيبين وداك الشيء كنقولوا شنو هذا الشيء هذا كيفاش زعما 2016 المهم ما بين الوقيته اللي شفنا فيه الاي كوم وعرفناه وما بين الوقيته اللي بدينا تقريبا شي عام عام ديال الوقت وداك العام كان خاص ضروري واحد ليفينمون اللي يكون خايب اللي اثر فيك لدرجه انك فهمتي تبغي دير شي حاجه اللي اكثر من داكشي اللي كان اللي هو اللي طاح لك اكزاكتو بلان قول لي يا اخي كيفاش ستي بقيتي مكمل في الاي كوميرس مع دابا راه كنشوف بزاف ديال اللعيبات ما قادرش نكونيكتي فهمتك دونك ديك الساعه بدينا الاي كوميرس بدينا الستورز ديالنا وان اوف ذا ستورز اللي بدينا ديك الساعه باقي لحد الان اوبيراسيونال باقي خدام لحد الان الله مولا دونك حنا كنامنوا بواحد الحاجه ديال ان فهمتي ما كاينش ديك اللعبه ديال ضرب وهرب ولا خدمه ديال اليوم وغدا فهمتي عاوتاني سير ارتاح ولا شهر تخدم وشهرين ما تخدمش حنا كنحطوا ستريكشور اللي كتخدم فهمتي مده طويله ا لونغ تيرم يعني كنحطوا دي جول فهمتي ا لونغ تيرم دونك خدمنا الاي كوميرس بدينا الخدمه في الاي كوميرس تما فين جاوا واحد الايفنتس بداو كيداروا في المغرب بداو كيديروا شي ايفنتس ديال الاي كوميرس الدراري حتى هما كينظموا الايفنتس وداك الشيء مزيان تما خرجنا من القوقعه ديالنا وقلنا فهمتي راه ما كاينش غير انا واش حنايا راه نمشيو نتلاقاو مع الناس نشوفوا شنو واقع شنو ما واقعش هنا ايفنت فين نمشي هنا ايفنت في كازا في كازا واحد الايفنت كان دار في كازا وكنا مشينا كنت مشيت لي انا بوحدي ديك الساعه البارتنر ديالي ما مشاش هو السفير ديك الساعه انا مشيت نوب عليه دونك مشيت ديك الساعه وتلاقينا مع الدراري تلاقينا فهمتي مع هذا وتما فين تلاقيت حتى مع الشجر تما تلاقيت معاه تعرفت عليه هذيك هي اول مره تلاقي هذيك هي اول مره نتلاقى معاه صافي مشى الكونتاكت فهمتي بيني وبينه من بعد فاش سالى الايفنت كان كنتلاقاو فهمتي مع الشجر ومع شي دراري اخرين الشجر بديت كنتلاقى معاه مره بحال هكا في القهيوات ديك الساعه كنا فهمتي بحال كتي باركور ديالنا سيميلر حتى هو كان وقع لي نفس المشكل ونبدا حتى هو بدا الاستوار وحده تما بدينا كنخدموا داكشي بعد ما كنمشيو للكووركينغ سبيس كنخدموا وديك الساعه حتى الشجر ديك الساعه جا في لا بيريود دير واحد شهرين مورا ما تسدوا لنا لي باج بحال هكا ديك الساعه السيمو كانت عنده الاوبشن ديال انه يكونتاكتي فيسبوك فهمتي كان عنده واحد الاوبشن ديال الايميلز ما كايناش عند اي واحد فهمتي فيسبوك ولا كونط عنده فهمتي لاكسي باش يعطيوك لاكسي سيبور ولا ما يعطيوكش لاكسي سيبور
دونك تما كونتاكتيناهم ثاني من الكونت ديال الشكار وفهمتي وبقات غادا تجرب الله تيسير رجعوا شي وحدين ما رجعوش شي وحدين كونتاكتيناهم من واحد السيد واحد اخر حتى تلاقيت معاه في الايفنت هنا مهم نيتوركين والايفنتس هنا فين كينفعوا فهمتي كتلقى ديزاستيس وكتلقى كيوريك شي طريق من داك ليفينمون خرجتو بدات البارتنرشيب بيناتكم انت والشكار ولا حتى لا من داك فاش تلاقينا ديك الساعه بقينا غير كنيتوركو بحال هكا شنو هما البيست براكتيسز ديال الاي كوميرس يا درج لينا اخي مروان الله يحفظك اشنو كندير قلت لك يدرج لينا الله يحفظك لا معليش دونك تما بغينا كنشوف ماشي شنو اللي خدام شنو اللي ما خدامش جا ديك الساعة كانت جا الماستر مايند ديال الخميسات اول ماستر مايند غادي يدار في الخميسات اللي درتي انت اخي سيمو تشكر على داك الله يعزك اخي الله يعزك تما فين تلاقينا مع الدراري وكانت لي سوجي اللي كانوا كيتذكروا هو تيم سكيلين واحد تكد واحد الانفراستركتشر اللي هي مقادة ديال الخدمة فعوض ما تكون غير وان مان شو حيت حنا ديك الساعه كنا خدامين على راسنا يعني انت منك مول الفيديو واش منك السيبور منك الميديا باين منك فهمتي ايفريثين يعني انت كدير فهمتي كلشي كدير دو ا زد كدير كلشي يعني كتشوف لو بروسيس من البروداكت سيليكشن حتى داك خونا كيجي كيقول لك نبقى نسولك شنو البروسيار ديال المنتوج حتى داك خونا اللي كيفرعك تيقول لك فهمتي اعطيني فهمتي خلصني رد لي فلوسي راه ما عجبنيش هذا البرودوي انت اللي كتجاوب انت اللي كدير كلشي واه فهمتي يعني هاد تما فين فاش حضرنا في الماستر مايند خرجنا بواحد الخلاصه ديال اننا خصنا نرجعوا خصنا نقادو شي ستريكتور بحال هكا شي كومباني نجيبو كدير الشركه نخدمو شي حاجه بعقلها نخدمو الناس وكذا وهادي وديك الساعه فاش كنت تخرجت من لونسيجي بشي عام وقيله بحال هكا شي عام باش تخرجت من لونسيجي مشيتيش اخاي قلبتي على شي خدمه ولا شي حاجه اللهم لك الحمد ما مشيتش الحمد لله حيتاش الخدمه لا مع علاش كانت داخلك موكا ماشي موكا ولكن الخدمه كانت اوبشن وانا كنت كنشوف ديك الخدمه هي الحاجه اللي غادي دير لك اعاقه باش انك تزيد ديفلوبا حيت اين فوا غتدخل في داك السيستم صعيب باش تخرج منه وغتدوق فلوسه وشحال من حاجه وغادي تولي حتى غرافاطا وستاتشي وشحال من حاجه سيرتو اخي لونسيجي كتعطيك اخي سواليزون تعطيك الغرافاطا رسميه كتعطيك بوست بغرافاطا واحد الشركه الله يسمح ليهم مني تلاقيت مع الدراري كيخدموا فيها وهذا فواحد الميسيون فريلانس وكنهضر انا وياهم وقيلا المهم هذيك الشركه كنت سبب ثلاثه ولا اربعه ديال لي ديميسيون في سيمانه واحده ولكن الله يسمح ليهم مني قلت لهم شوف كنقول لك دير واحد المعادله ساهله شنو كتبيع انت دابا لهاد الشركه كتبيع على 8 تصويت خدمه في النهار مينيموم ياك كتشد مثلا 6000 درهم دونك العام كامل كتشيفري فيه نتايا تقريبا واحد 70000 درهم 80000 درهم ياك الا هرس داك كلشي كتشيفري العام كامل وانت خدام 70000 درهم وانا نقول لهم انتوا تشوفوا واحد الدراري شي دابا هادشي اللي كيسميو الناس الاي كوميرس ولا العيبه ناري 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 جا خير هذا طرح علينا كلشي الاي كوميرس قلت ليه شوف تيدير 70000 درهم في شهر ولا شهرين على ود تبع واحد لا ديمارش مقاده وراوها ليه دير مينتور بحال السيمو لايف بحال هذا زيد غر شوف كنت نقول لي صافي دير كل عام كامل ديالك هو دارو في شهر وباقى ليه 11 شهر يقدر هو يريح ويعيش في نفس النيفو ديالك هو جالس ويدير نفس النيفو ديالك ولا مشى حتى دار ضربه اخرى فاتك دونك عاود حسب المعادله وفكر في الانويال ريفينيو فكر في المدخول ديال العام السنوي ما تفكرش في الشهر اللي كيهبط راسو يبدا يفكر في الشهر ويفكر في المدخول الشهر هذاك التهلوكه اما ملي كتفكر انت في الانويال ريفينيو ديالك المجهود فيرسس اش كتاخذ هنا كتبدا تقول بلاتي واقيلا راه انا ما حاسبهاش مزيان واقيلا الا بغيت نديفلوب راه ماشي وسط هذا العالم وسط هذه المعادله راه كاينه شي معادله اخرى وكاينين ناس اخرين كيديروا في عندهم شي معادلات مسطحين عام ديالي تيساوي عندهم شهر ولا شهرين وكاين اخي المعادله اللي تبقى ندغوا الدراري يدخلوا لها هي المعادله ديال ستارت اب و10 سنين تبقى تخدم 10 سنين تيكزيتي ستارت اب بشي بركه كبيره الله احسن لك من مع دابا شنو هذيك النهار راه جا مول الكيشي الكيشي دابا راه الشركه ديالهم فالو ب 3 مليون دولار عندك موتور هذاك باع
ولكن الدراري هادو زعما تشوفهم من هنا 10 سنين هضره اخرى يقدر يقول لك دابا كدا كاين المشاكل ولكن هاد الستيله تيقادو شي حاجه اللي ديك زيد ايغال المشاكل وستيميو كضرب المشاكل كضرب راه قش خايل شي انا عشتو فهمتي ما كناش كنقادو شي حاجه اللي من بعد اللي كيديوها بشي شي نيكزيتو ومنها بشي ثمن كبير كنا الحمد لله الاي كوميرس راك عارف كتدخل فلوس ولكن راك ما كتبويلديش شي حاجه شي اسيت اللي هو اللي تيكزيتي منه ارجع خي الدراري تحودنا على الكلمه في الحلقه ديال مروان خليونا الدراري خليونا الدراري مروان دابا قول لي اخي مورا الماستر مايند الخميسات مورا الماستر مايند رجعنا للرباط درنا قهوه انا وشكر الحكيم قلنا صافي اتفقنا ديك الساعه غادي نديرو نشركو اوفيس وغادي كل واحد يجيب التيم ديالو وغادي نخدمو شويه ما تشاركتوش في البيزنس تشاركتي في البيو شاركنا غير في البيو بلا ديك الساعه باش واحد يزعم زعمنا فمشي مع بعضياتنا وباخر اشنو زعمتو باش تنزلو الكود ديال البيرو وتكونوا مرتاحين ولا هي اكثر في سميشو اكثر بسيكولوجيك على انها تكون فمشي ماتيريال فلوس فمشي يعني ديك اللعبه ديال انك في الاول كتدخل على بيرو كبير بحال هكاك وتتقادو داكشي بوحديتك واحد لا بارير بسيكولوجيك تتكون عندك نتايا فهمتي اما الا دخلتي انت واحد جوج الناس بحال قلتي كتقسموا الصبار وكتقسموا لي طاش وبزاف ديال الحوايج المهم كتيسر الامور وحتى الدراري زعما الحمد لله مع الجماعه ويد الله مع الجماعه الحمد لله تيسرات فهمتي مع الدراري الحمد لله كرينا فهمتي لا سوسيتي ديالنا ديك الساعه وشركنا البيرو وخدامين ديك الساعه الاي كوميرس ولا خدامين الادسنس ولا خدامين تما الاي كوميرس 100% دونك خدامين في البيرو الاي كوميرس بدينا كنهايريو التيم جبنا الاول الثاني الثالث فمشي كنا باقيين صغار ديك الساعه اغلبيه ديال الناس اللي هايرين فمشي كيكونوا كبر منا ديك الساعه فمشي مزيان غير شحال فلاش ديالكم ديك باش نقول لك ديك الساعه شكون شي 24 23 يوتيوب 23 ملي كتقلبوا على دي بروفيل اللي تيدوا لونغلي ولا كذا ديما تيكونوا كبار ولا كيكونوا فمشي عندهم اكسبيرينس وكيدوا فرونسي ولونغلي مزيان وفمشي دي بروفيل مزيان يعني ماكناش كنقلبوا على الدبلوم وداكشي دونك انا كنقلبوا على شي وحدين اللي كيديروا الخدمه فهمتي كيقادوا لنا الخدمه بغض النظر على الدبلوم شنو عنده الدبلوم كيكون غير بري سيليكسيون صافي كتفلتري به بنادم وصافي وي بدينا الخدمه هايرينا فهمتي الناس فهمتي بقات غادي الخدمه بحال هكا فهمتي بشويه التيم كتكبر وهذا اللهم لك الحمد فهمتي بقينا غاديين شويه ديما كتوصل واحد السطاد كتكون كتستاغني فيه فهمتي كتخص كيخص شي واحد اللي يجي يخربق لك يدمص لك الوراق ثاني فهمتي بلا تما فين كانت الاوا افيليت وورد في تايلاند كان الايفنت ديال الافيليت وورد وقررنا اننا نمشيو ليه الدراري كانوا ديك الساعه سبقوني بشي ايام ولا شي شهر بحال هكاك مشاو قبل مننا قبل وكنت ديك الساعه كنقاد شي حاجه في التيم تساليت عقل اخي عقلتيني الشقر الشقر كان جايب شي اكس بوكس خاص تشدها انت من عند الساتيان اسمع اخي القصه ديال نذكروا الساتيان بالخير الله يجازيهم بخير اخي راه اسمع لاست مايل كي كان هنا السنه هذيك 2017 الاخر ديال 2017 الواليد قلت له واحد الاكس بوكس ديالي صيفطها بسميت مروان هذه الزاد يجيبها لي للتايلاند تعطل الساتيام باش يجيبها ليه هو خصو يركب في الطياره الواليد مشى عند الساتيام بدا داك الروسي قال لهم السلام عليكم الله يخليك هذا راه ما شدوش السيد خاصني ردوه ليا قالوا ليه واخا هذاك الاكس بوكس ضرب عندهم شي 3 موا تجيت انا في حالي هنايا مشيت عندهم مشيت عند السيد نسيت هذه القصه مشيت عند السيد مشيت الساتيام تاع مراكش قلت له الله يخليك اخويا هذا الاكس بوكس هذا قال واش انت حماق قال واش انت حماق اجي مشات قال لي شوف اخي السيمو راني كنعرفك اجي بيناتنا اي سير دعيو قال لي صافي مشات قال لي ما اجيش تلقى قال لي واخا نديرو كاع قلت له الله يرحم لك الوالدين مادام كتعرفني الله يحفظك اخي لما الاكس بوكس ديالي راه فيها دي جو عامره وخاصها تجبد قال لي والله اخويا السيمو واخا ندير كاع المحاولات ما اجيش ترجع قال لي هادشي بيناتنا عندك تمشي تقول شي حاجه قال لي انا النصيحه اللي نعطيك انت كأنا فان ديالك سير دعيو فهمتي ولا يومين هذا راه مش ماشي خير ديك الاكس بوكس وحنا ما مزالينش ندعيو والله ستمايل خير هذا
تشوف فيه العجب. عارف اخي عارف شبعان مشاكل الله استمع الى خاي، ولكن هذه هي قصة على جن. يا عاد تفكرت نسيج انا قاعد انا تفكرت اخي القصة. كمل لينا اخي مروان. دونك ديك الساعة صافي مشيت للطيران. ديك الساعة أول مرة غادي نخرج من المغرب، طاش مشيت للطيران. لا باقي والله إلا مزيان. أول مرة الحمد لله زعما خرجت للطيران أول مرة زعما داخل. خرجت تما مشيت تلاقينا مع الدراري. ديك الساعة كانوا سابقيننا، تلاقينا معاهم ودوزنا تما. كان نورمالمون التيكي ديال الفلايت ديالي كان فيه 15 يوم. الي روتور 15 يوم غندوزو داك الافيليت وورد شي أيام تما، كتشوفو الدنيا ونرجعو بحالنا. استقش واحد شهرين ونص بحال هكاك. ويلكم اخي. واحد شهرين ونص المهم دوزنا. شنو اخي اللي بقى شادك؟ انت مشيتي على قبل ليفينمون، نسولك على ليفينمون عاد نسولك شنو بقى شادك. مشيتي ليفينمون، كي كان ليفينمون؟ الايفنت اخي هو كان واحد الويك اب كول، هو كان واحد فهمتي كيفيقوك على شي حوايج اللي انت فهمتي كصحابك راه في المغرب راه حنا بخير. بخير حيت المغرب كدور بحالك بحالك، كتشوف واحد الناس اللي كتقول فهمتي سوا ديزون راك احسن منهم شي شويه فهمتي. تما كيجي شي واحد اللي كيخربق لك كيبعشر لك الاوراق ديالك كامل، كيصرفك تيقول لك راك غير كتخربق. راك ما ساوي والو حتى شي بصله. نضمن القلبه فهمتي. هذا هما فهمتي واحد لي ميساج اللي خص ضروري واحد يجي يقولهم. ما يقولهمش بيان سور فهمتي ديريكت، ولكن غايقولهم في الطريق شوف. لحقاش لحقاش الدراري باش تعرفوا هذا ليفينمون هذا سميتو اوا افيليت وورد ايجا. كان العام الاول مشيت ليه بوحدي في الطايلاند. العام الثاني مشيت وانا نتي معايا راقي. راقي عجبو البلين حتى هويا وكدا، وتعاملوا معنا الطوب. ومشينا كاع لواحد الحفله داروها افتر بارتي، وكان فيها المدير ديال جوجل، المدير ديال شوف سمعي، ومديره ديال فيسبوك في اسيا، المدير ديال جوجل في اسيا. المهم كلشي كاين. العام الثالث هي هذيك في الجينا. هذيك النسخه قولي النسخه الاولى بابليك، هذيك نتوجيتو لها نتوما النسخه الثانيه بابليك. وانا نصيفط الدراري راه بدوت عليها في البلوك. الدراري راه كاين واحد ليفينمون كدا 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 في اسيا، لان اخي كتشوف لوبورتونيتي كتقول الدراري هادو لا جاو. كاين اخي مروان ديك الصوره حنا مريحين كنتعشاو مزيج. غير واحد العشاء بعدا راه جمع المصريين. جمعنا المصريين. جمعت المصريين اللي تيعرفوني، والمغاربه اللي قلت لهم اللي كيعرف شي واحد يجيبو. واللي تيعرفني يجي. راه جمعنا الصاد في بانكوك. راه نقول لك راه جمعت صالون ديال وفرحت. وحق ربي لا فرحت، قلت الحمد لله. شوف شحال من واحد يتنقد. لان خاص يجيو هاد الدراري يشوفوا شنو طاري. راه ماشي الويب هو داك تبع بيع اللي طاري عندنا في المغرب وكذا، واللي تيضرب شي 2 مليون 3 في الشهر 5 كيسحقولي. ناري كي درتي لها عشيري ورينا. وانا كنت كنحس براسي بطل اخي. والمغرب ماشي المغرب واعر، باش ندوش على المغرب المحيط ما ندوش على قش. انت تقول المغرب بنادم يجي يقولوا ويلي عاد نولي انا مشكله اخي. نقول المغرب تقول لك الدوله. لا خويا ماشي الدوله، المغرب هو المحيط. فاش كنت عايش في دواري زي كي بنادم تيصفق ليا، وكنت عايش ديك اللعبه ديال انا راني ملك الحاره حاكمه. راه مشيت اخي للطيرون دونا نقول ناري صاحبي راه بلان هذا شو الناس. هي هذيك اول مره كنسمع 100000 دولار في الشهر. بنادم تيضرب 100 مليون ويلي. في الاول ما تقبلناش حنا، كنتي صحاب ناس لوقيه. العام الثاني لا تخوتنا هادو مادام تجمعوا هاد العام وكذا، وهذاك خونا. وجيت نقلب عليهم واحد في الانترنيت، كلقى خوتنا فعلا كاين. وانا نقول العام الثالث خصنا الصات يجيو المغاربه لتايلاند يجيو يشوفوا هاد ليفينمون هاد. والحمد لله اخي راه جمعت صالون حتى شويه والله كان انا الدراري بلا ما نحل الانستغرام ديالي من التليفون كنت نوري ديك التصويره. كمل لينا اخي مروان. ثاني انا ضربتي وورد ايجيا، يعني شنو بان لك اخي باللي كاينين الناس تيضربوه؟ باللي كاين واحد البيرسبكتيف اللي انا ما كنتش كنشوف، واحد المنظور فهمتي ما كنتش كنطلع عليه كاع فهمتي. يعني كاين واحد شي حوايج اللي انا كنقول ما كاينينش ولا ما كانوش كيبانوا لي. داكشي علاش الصراحه الايفنتس والماستر مايندز واي حاجه فهمتي فين كيتجمعوا الناس بحال هكا لايك مايندد بي وشي وحدين اللي بحال تيفكروا بنفس الطريقه وعندهم بيزنس وداكشي، كيخليوك انك فهمتي تزيد تشوف. مثلا كنتي كتشوف حتى واحد 180 درجه، كيجي واحد كيوسع لك شويه داك لونغل ديال 180 حتى تشوف شي واحد 200 والصرف فهمتي بحال هكا تكون فهمتي باخر. وكيتبدل لك حتى السقف. السقف لا ليفينمون هادشي والله الا باقي. وكاين البوست اللي كاتب على ليفينمون هو هادي الجرعه تبدل لك السقف. حنا السقف عندنا هو شي 10 مليون 20 مليون ماشي هادي. هي فين كاخاي مروان فين مريح؟
انتوما الدراري تصور غادي تلقاوها في الانستغرام ديالي شحال انعام هذيك شو الصالون معلم 2017 اه عمر وانا هو 2017 نايس عمر وانا الدراري جمع صالون في بانكوك اصاحبي شحال من طبلة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة طوابل بنادم واقف وبنادم واقف والمصريين راه جوج طوابل الاولين كاملين مصريين هادو الفولور ديال السي مورايف من مصر اخا والله الا زعما ماشي نقول الحمد لله والشكر لله وكتقول البنادم قلنا في الحلقة ديال الشقة السقف والحدود تقدر تنقصهم ولكن خاصك تمشي تكتشف خاصك تخرج خاصك هذاك خونا ديال تيسلا راه ما بقاتش قد الكره الارضيه قال لك باغي يمشي يكتشف المريخ معش داكشي صافي هو كمل الكره الارضيه سلام لا شوف سيدي ليفل ليفل فين ما توصل كتقول الا مشيت الا مشيت لتايلاند ولا الا مشيت خرجت من هذاك المحيط خرج منه غير بشويه شتي خرج غير من شي دوار وسير غير لكازا بدلتي الليفل خرج من كازا وسير للاسي ولا سير لوروب تبدل الليفل حنا غادي نسولو مروان السؤال التاريخي الشيخ يا مروان انت جيت دوز واحد البلاد 15 يوم وليتي في شهرين ونص شنو اللي خلاك دير هذا مشينا من بعد مشينا لبوكيت مشينا لبوكيت كانت نورمالمون سياحه عجبنا الجو تما عجبنا الجو كان عندنا واحد الروشين مقاد انا كان في خو كنترينيو كنمشيو كنخدموا واحد شي شويه كنمشيو كنتغداو كنتبحروا كنرجعوا الاربعه د العشيه عاد فاقتي في المغرب كتبدا معاهم يعني بحال شي ربح شي نهار واحد اخر وعاد كيفيقوا الدراري في المغرب عاد كتبدا معاهم ثاني الخدمه فهمتي مع يعني بحال شي نهار ديالك مدوبل فوادو زائد راحت البال والشمس والجو زوين والمساجات داك الشيء فهمتي ايوه ايوه من القلب ايوه ما مرت تقول دارنا دراري ولا كذا الله يبيز تقول ايوه مازال ماشي دارهم جدارهم مقاد اشنو كنت نقول لك اخي هاد اللعيبه ديال الربعه د العشيه هي احسن حاجه اخي كنت كنوض كنمشي نخدم نمشي الله صال في تايلاند نساري نهاري دير كلشي غيساني الله تيبدا يوم العمل مع 10 الصباح انا 4 العشيه ساليت بغيت نمشي نخرج بغيت نمشي نتغدى بغيت نمشي ندور بغيت اي حاجه تنساليها كيجي 4 العشيه عاد الغيساني بادي عنده 10 الصباح قالو خي غيساني كلشي ما نقضيو والتيم هنايا في المغرب كدوا معاهم يوميا تيقولوا واحد خونا هذا صاحبي راه ناضي انت راه ساليتي نهارك راه هو الله بغى يبدا نهار واحد التيم في المغرب بغى يبدا نهار انت ساليتي النهار وكتلاقاو عرفتي اخي كتحس راه عندك تم ايام متعدده مزيان فرا اخر اخي سيمو في تايلاند في الايفنتس وداكشي اللي زعما تعلمنا تما هو حنا في المغرب ديك الساعه كانت ديك الثقافه ديال ربح من الانترنت واخا زعما درنا الشركه ربح من الانترنت تمشي لها تما كنلقى واحد ادرس واحد النيفو اخر ديال لا ستركتشر ديال الشركه نيفو اخر ديال فهمتي كيفاش كتسكيلي بالتيم ممبرز وبهذا نيفو اخر كيفاش كتخدم الادز وكيفاش كتخدم داكشي دونك تما كتعاود تبدل لك فهمتي الفكره ديالك كتجي عاوتاني كتطبق فهمتي شي حوايج اخرين في البيزنس ديالك كتفهمتي كتخرج من البوكس ديالك يعني كتفكر اوتسايد ذا بوكس تما عاوتاني كانت شي حاجه اللي ما عرفش اخي مروان واش عانيتي من واحد اللعيبه انا كنت عانيت منها ديال راه الا كانوا معايا شي واحدين في التيم راه غادي يسرقوا ليا برودوي اللي خدام يسرقوا ليا تلاقيت تما في داك افيليت وورد ايجي ريحنا مع شي واحدين خدامين سي بي اي تصور بليون دولار كامباني شينويه نسات عليا سميتها وتليستات في لابورس بوان بليون نايس وقلنا لهم اجي شحال عندكم من ميديا باير يعني اللي كيدلونسيو الكامبين قال لك حنا راه الله دابا بدينا كنهايريو وعندنا 174 باقي عاقل على الرقم وانا نقول لا راه صاحبي وانا مضاربي مع راسي ديك الساعه انا خدام بوحدي وراه كيخدم بوحديتو وانا نقول كيفاش انا ما يمكنش نمشي لنفس 174 عاد ليش كنفهم باللي الخوت راه خدامين احزاب حنا ملي كنتيستي برودوي واحد في النار وانا ثقيل وتنطلق كامبين ديال سي بي اي وحده في النار الخوت راه كيضربوا شي اعداد خياليه
فهمتي ديك اللعبه ديال دازو سدوا الانترنيت ومشاو نعسوا انا عاد ديك اللعبه ديال جاي واحد بغيت له واحد الصناره الخوت دازو بالشبكه وكذا تنتلاقى مع واحد الشركه اخرى اجي نتوما شحال حنا عندنا 500 ميديا باير نتوما شحال 7000 ميديا باير ونقول الشريف حتى انا راه بالربي الا دخلت نتقاتل بوحدي الى حشومه تما عاد بديت نقول ما كاينش اللي يسرق لكم البرودوي تيقول لي لا صاحبي راك دار هذا بروسيس سيستم كل واحد كتعطيه طاش راه ما فاهمش كلشي عاد باش نقول يا على وحق ربي الا كانت احسن حاجه استفدنا تما انا تنقول اخي هي هاد اللعيبه ديال 100% حيت ديك الساعه في المغرب كان ديك الساعه الا دخلتي معاك شي واحد خدم معاك مثلا في الميديا باين ولا شي حاجه بحال عطيتيه السيروت ديال البيزنس ديالك يعني كيشوف البرودوي كيشوف الخدمه هذا كتقول انت مع راسك شنو لا يمنعو يمشي يدير هاد الخدمه لراسو زعما شنو هو الحاجه اللي غتقول ليه لا ما تمشيش دير هادشي لراسك هذاك كان واحد ليميتين بالليف واحد الاعتقاد خاطئ فكيخليك انت واقف في واحد البلاصه فهمتي ما كتزيدش لقدام وكيخليك كدير ديك لاطاش نتايا وكيسحب راسك راك انت هو النزق حيت ما عطيتش فهمتي ما ديريكيهاش لشي واحد اخر. الفيلم ديال هاد اللعبه هادي زعما حتى حنا كنعيشوه في ديميتي واحد اخر يعني من غير الاي كوميرس حيت هذا سيندروم كاين عند كلشي راه النجار كتلقاه جايب متعلم وكيقول بلاتي اطونسيون تيخبي عنده شي حاجه فهمتي تخبي شي مطرقات يقول هذا ما عطاهاش ليه اللي كضرب مزيان الوغ كو زعما الواحد فين خاصو يشوفها هو انه انت تيم راك خدام معاه في الفي زيرو ديالك علاش حيت انت في عقلك فكرتي في في ان فكرتي في حوايج اخرين جايين في فيرسيون الجايه لا وكاين 70000 حاجه ما كتبانش تيلا كوبيها دابا راه كوبيا غير الاولى اما انت راه عندك الفيرسيون الثانيه والثالثه هي اللي كتفكر حيت السيمو فاش كيفيق ما تيفكرش في اليوم اش غنديروا اليوم راه ما عرفوش غيدير فيه راه المشكل ديال السيمو راه الغيساني كيجاري اليوم والبارح والبارح والله خير التحيه للغيسان غيساني مجري ليا عام جاي مجري السيمو تيفكر في 10 سنين الجايه اش غنصنعوا فيها ثاني حاجه ما كنقولوها عاوتاني ما يمكنش لشي واحد يكون فاهم الاركان ديال داك البيزنس كاملين الشيبين والادس والبرودوي والستور والسبلاير ما يمكنش يشدهم كاملين ويفهمهم كاملين راه البرودوي عالم تبدا من السبلاير حتى البراندين حتى هي البرودوي بحال نمشيو نمشيو خريطة لو بير كاين اللي كيجي تيقول لي يا خونا كان خدام معايا وفهم وخرج من عندي تقول لي مزيان انت مالك انت باغي زعما انت باغي بوحدك مزيان واحد من 100 مزيان بالنسبه لي خرجت واحد من عندي خدم نفرح فخور يتوب عليك يتوب عليك راه قلت لي فيه زوين زوين احسن حاجه هي انه دومين كبير ما نقدر لي انا لا انت لا 10 لا 20 وحنا علاش كنضلوا تنبارطاجيو معكم ها ليكوميرس ها كيفاش تخدم ها كيفاش دير زيد تخدم ومازال مروان يعاود لينا على لانه ما بقاش في المغرب وراه المارشي كبير دونك اخي التيم والتيم حتى هو صراحه خصو يكون بازي على الثقه الحمد لله كان عندنا تيم مزيان والدراري تبارك الله عليهم كنثقوا فيهم زعما 100% خليناهم هنا في المغرب ومشينا وكانت الثقه بيناتنا وبقاو خدامين هادشي من ورا داك ليفينمون رجعتو للمغرب مروان والتعامل الثقه والتعامل وكيكونوا ولاد الناس لا حتى التعامل ديالك باش تتعامل مع الناس حيت راه كاين بنادم اللي تيجيب زعما ناس يخدموا معاهم تيتعاملش معاهم مزيان وهادو هما اللي كيديروا هاد المشاكل ديال تيمشي وكذا ويخربقوا اما كيبنوا اللي كتعامل معاه مزيان بالعكس الا بغى يدير شي حاجه كيجي عندك شي تشاور معاك شي بشوف راه بغى يدير هذا بالحاجه وانت تيجي عندك شي واحد يبغى يقول لك راه بغيت ندير والله الا بغى اللي اوبن شويه تيقول لي بالعكس انا راه بالعكس نعاونك الا كاين بيان سور بيان سور اي واحد فهمتي من التيم ديالك بغى يخرج يدير شي حاجه ديالو خاصك تعاونو حيت انت اول واحد درتي شي حاجه ديالو وي سي خاصك فهمتي يعني كل واحد هو وصل لذاك النيفو ديال صافي ماتور واحد شي شويه فهمتي فطن ديك الفكره وفهمتي امن بها ولا شي حاجه خاصك تعاونو وتقول لي الله يسهل عليك تقول لي الا خصك شي حاجه انا معاك دونك هذه ماشي جد الدراري صعيبه ولكن غير حاولوا يشدوا هذا بحال قلتي شدي كشميجه شي حاجه ديال الطاليس ماشي معادله الطاليس فيتاغورس لا سميتها شنو كنسميوهم شي حاجه فيتاغورس شي حاجه الطاليس كتشوف فيا انا لا على حسب انت قراي لا خونا جسد اش نسميوها ماشي فرضيه ماشي فرضيه كاينه واحد الحاجه خاصيه مبرهنه ولا شي حاجه صافي ما كتبقاش كتسول لا صافي قلت لك دايره بحالها كويس اي خوطه بلا تزيد الهضره على قداش الدراري اخي مروان انا مامن بهاد الهضره اللي كتقول وانت مامن بها
بعد التجربه. ولكن اخاي الدراري هذا يجي يقول لك لا لا اخاي هذا ولا الا بغيتي تستافد ياخذ هذه الهضره غادي تجي معاك. كنظن هذه القضيه هذه ما كتامنش بها مزيان حتى كتوقع فيها وكتغلط وكديرها وكتشوف انها صدقاش وعاد ديك الساعه كتامن. ماشي زعما راني نخبر عليك نقول لك تمشي لا خصك تثق في بنادم وهذا ولكن داك الشيء ما اخي والله كتعرف انه بعدا اللي ما كيحل يعطيش مساحه للتيم ويخليهم يخدموا واخا غيتعلموا غيجروا لنا ولا تزويله بغى يخرج غيمشي يدير شي حاجه هو براسو ما عمرو تيكبر. اكزاكتلي الا بقيتي شاد كلشي عندك. والله اخي انا شخصيا والله ما لقيتش اللي يقول لي هذه الهضره اللي قلتها الله يهداك. هذا هو مشكلتي. ولكن حتى مشيت للبانكو عاد كتشكر وعاد لقيت مع ولاد الناس قالوا لي لا اشتري فرا العمر ما تمشيش بحال هكا عندك اصحابك انت راك قاد السد على راسك وخدام وكذا راه واخا تبارطاجي وكذا عاد قلت صبر نتيستي. ولكن ما لقيتش اللي يقول لي كنت ضاير بواحد الجماعه ديال انا قافز وهما قافزين وكلشي قافز وكلشي قافز وعارف حنا المغاربه راه كلشي قافز بنادم تيقول لك لا عرفناه حتى هو اللي انت تقول لي انا شنو ندير كلشي فاهم. انا نقول لك واحد القضيه كانت كتضحكنا فاش كنا كنديروا لي زونتروتيون وداك الشيء كيجي عندنا الواحد تنقول ليه شنو زعما شنو كتعرف بريزونتي ليا راسك داك الشيء كيقول لنا كنعرف شوبيفاي كنعرف كذا قول لهم الدراري خونا ما يصلحش لينا خونا ما يصلحش فهمتي هذا جاي باغي فهمتي ياخذ لك ما عرفتش شنو ويا راه فهمتي واحد بالعكس غيسهل عليك غيسهل عليك واحد واجب عارف فهمتي شنو كيدير فعاود ما تبقاش تقري ا بي سي دي وعاد فهمتي دير ليه فورماسيون ترينين وداك الشيء ديجا واجد يدخل انتجرانيشن دونك هذه فهمتي من الحوايج اللي عاد فهمتي كاين اخي انا من التجربه ديالي مثلا حتى كان عندي هذا المشكل هذا ابخي كتستنتج ان بزاف الناس خصو الانتماء هادي كاع ما طاحش لك في البال ما باغيش هو كاع ديك باغي هو الصالير وباغي غير ينتمي وما باغيش يكون ديال راسو انت بغيتي تكون ديال راسك ودير هو راه باغي لونتربرونا غير وحق ربي الا كان واهم واحد منهم ما نقول سميت واحد السط عشيري في تايلاند الصالير ديالو مزيان كنعيا ما نجرو لونتربرونيا وانا نتعلم من هاد القطعه هادي جاني يقول قال لي خاي سيمو عندك اصحابك انا واش انا كنتوشي $3000 ديالي في الشهر قبل ما تبرزت معايا راسك انا عاجبني نتا عشيري صاحبي كنريح معاك كدوي لي على لونتربرونيا كاين باش نعاونك تصور تنقول لها انت سير كدا راه داخل هاد السلعه هادي تكلف لي انت كدوي التايلونديه تكلف لي بخوتنا ديال الديوانه جاوبهم على التليفون كدا كدا نقول لها اجي اخي شحال تقول لي لا اخي سيمون راه هي ناشط انا يكفي ان انت عشيري بارك تقول لي لا يقول لي شحال تنقول لي راه شوف انت دابا فهمتي كلشي انا غادي في حالي المغرب راك فهمتي كلشي ديرو من ورا انا ما نمشي لا يبقى تقول لي شنو ندير انا السط راه كنت حاس معاك ناشط وناشطين اما انا ما باغي لا فلوس لا حتى لعيب واش نقول لك الانسان اللي كينجح اللي تيكون عنده السكسي بزاف هو اللي تيدخل عنده التيم بواحد النيفو هو تيطلعو من نيفو اخر هو تيخدم معاهم وتيخدم عليهم وتيحل لهم عينيهم على بزاف د الحوايج وهو كيطلع لهم النيفو هذاك ماشي غتجي تدخل الشركه ديالك وغتقول لهم السلام انا ليدر يقول لك باش باش ليدر راه كتجي كل نهار المواكبه كل نهار كتنصحو وكتجي كتقول له شوف راه كاين واحد لوبورتينيتي تخيل انت جالس مع واحد خدام معاك في التيم ديالك كتقول له شوف راه كاينه واحد لوبورتينيتي ها شنو هي شنو هي بيزنس افيليات دارت السي او دي هذا سير شوف الى بالك واحتاجيتي ملي كنت كتبدا تطلع عليه هو النيفو حيت نقول لك في المجتمع كامل فين ما دخل غيقولوا ليه انت ما كتسوى والو علاش فوقاش كتحس بها النهار اللي وليتي تقراو السي في ديالك حيت انت فاش كتصايب السي في كتخسر عليه الوقت وملي كتجي دوز لونتروتيان كيبقى كيبدا الكوميسيون اللي قدام كتقرا في السي في وتدير فيك هكا وهي راه باغي غير تقول لك غنعطيوك 4000 درهم داك الكومبورتمون اللي كيديروه وديك الشوف اللي كيديروها هما راه باغيين غير فاش غتوصل للصالير دابا انت تكنيكمون عرفوك وقراوك مزيان ولكن خصك تقام رخيص كيجي تيبقى يشوف فيك باش يقول لك شوف انت راه 4000 درهم هو البيدجي ديال هاد البوست هذا باش مقيوم انت صافي دير كوف انت جيتي واحد النهار وانت طايح في واحد الشركه اللي مواليها والناس اللي فيها والتيم اللي فيها كيقول لك لا دخلتي غنعاونوك وغنعطيوك وغتطلع ولا مشيتي لبلاصه اخرى الله يسهل عليك هادشي راه كاين نهار كانوا كيعاودوا لينا حنا في الاول كان كيحسبنا كاينه في الجنه ولا في شي دوله اخرى ولا هادشي ما عمرو يكون في المغرب دابا الحمد لله تنشوف الحمد لله عبد الرزاق كان كيدوي على التيم
مول نخلد وعلى التيم سيمو تيهضر على التيم شو يو كان بلا تيم حنا والو وشوف ايوب نهار ما قالو تيهضر على التيم ايوب تيم 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 باش ما نبقاش نقولو غيساني فهمتي كثرنا عليك رجعنا مزال قصه قول لي اخي من ورا خليتو التيم في المغرب في البيرو وعاودتو رجعتو للتايلاند اخرين التيم في البيرو مشينا للتايلاند دوزنا تما شي بركه وكانوا خدامين صراحه مزيان زعما كانت الخدمه ماشي احسن كاع من ما كنا في المغرب باه حيت كنتو في الطاير ممكن صراحه لا والله اخي اللي كنقول هاد الهضره ما عندهاش شي منطق ولكن نقول لك انايا شوف لونسينا يو كان في 2020 راه مكتوبه هنا 14 جونفي 2020 ما كنتش هنايا 2020 كامله ما حطيتش رجلي في المغرب حتى سالت 2020 عاد بنت Nice. ولكن اخي يو كان كنت غاده نار في لاغا 2019 كنت في الطايرون 18 كنت في الطايرون 20 حتى هي اللي قلت نجي نجلس هنايا ما بقيتش جلست تشدني كوفيد تما بقيت تما ويو كان غادي لدابا غير ساني تيقول لي الله يرحم لك باك لما يزر للطايرون زيت يزر للطايرون ما خير السر قلنا قبيله السر هذا القضيه ديال ان 24 دابا كنوض انا وياه جاي تقول لي صدنا الله باغي نبدا نهار صاحبي يلاه كديمار كنديماريو انا وياه دابا في نفس الوقت هو سابقني دونك اخي ديك الساعه في الطيرون كنت داك الفريق ديال الوقت يخليني سابقو شنو قلتي ديك الساعه شفتو في الطيرون ماشي غير فريق الطيرون باش نكون صراحه مع الدراري خصو ماشي حتى المونتوراج حتى كيفاش كنتي عايش ولكن كان عندك واحد الروتين واحد عاقل كتفيق قسم واجد بريباراسيون لاصال لعيبات كذا انا كنت دابا دريت ما عنديش في لا تايلاند كتحاول ديرو كنحاول نتي فايتين فشي بلاصه كتلاصي تايلاند داخل غيساني غير واحد الاسقاط دير واحد الحاجه درناها وبدلت لينا فهمتي شويه في السيستم اللي كنا عايشين به وخرجتنا من الكومفورت زون وتلاقينا مع ناس جداد وشفنا واحد الحياه جديده وشفنا شي حوايج جداد دونك تما فاش كتشوف شي حاجه جديده البيرسبكتيف ديالك كيوسع تتعرف فهمتي شي حوايج اخرين ديكو حتى في الخدمه ديالك تزيد تقول اه علاش ما نديرش هادي علاش نزيد كتولي بحال قلتي لا اخي ولكن شنو اللي يخليك خاص تكون بسيشيك مذوب صراحه خاصك زعما مرتاح تما اخي انا ما عمر خرجت تناقش مع شي واحد ولا كذا راك عارف The land of smile. الشعب مبتسم. The land of smile. كتخرج الناس اللي قاعدين. 100% وماشي ضروري ضحكين حيت لاباس عليهم. لا والله خايبة لاباس عليهم بارابور المغاربة. شتي تما الشعب ماشي لاباس عليه. الشعب قانوع. هنايا وهو باخي راه يجي يشكي عليه. تصور تخلينا اخا غير ثاني سؤال انا عارف بغيت كنبغي نضرب شي امثله وانا نقول بلاش الصوره صاحبي وحق الرب الا بنادم تيشد 7000 درهم جاي يبكي عليك ويشكي عليك بنادم تيشد 8000 درهم جاي يبكي عليك بنادم تيشد 20000 درهم جاي يبكي عليك فهمتي كتقول صاحبي واش نتوما ما انا عرفت بنادم في تايلاند صاحبي واحد صاب بيلوت ديال تاي ايرويز لقيتو ناعس في الزنقه وهذا هو السبب باش خويا تايلاند وانا فهمتي قلت له شنو كاس كدير هنايا ناعس شتي ديك اللعيبات في بانكوك اللي كطلع تقطع الشفرة ناعس تمايا قلت له الصاط شنو كدير هنايا قال لي المرأة مشات في حالها دات الاولاد جراو عندنا من الخدمة ما عنديش باش نصرف المرأة مشات في حالها انا ما عنديش فيش نسكن ساكن هنا في الزنقة وانا نقول معلم هاد كوفيد دار وينك الدنيا دونك اخي احسن ما يمكن ندير انا خط الطياره نمشي في حي المغرب عندي ذكريات واعرين في هذه البلاد تخسرهم بغيت يبقاو ذكريات واعرين وبقى ديما هذه البلاد نتفكرها بالخير وانا نخوض ونقول لكم واحد القضيه حتى حنا المغاربه عندنا في الثقافه ديالنا ملي كتخرج من مدينتك ولا كتمشي شي بلاد اخرى ديك الساعه عندك واحد لي بارير في عقلك وعندك واحد شي حوايج في التربيه في هذا تيديروا لك كيكونوا هنا في المغرب دايرين لك حاجز سبحان الله ملي كتطلع في الطياره وكتنزل في شي بلاصه اخرى كيتحيدوا كتولي باغي تنفتح مثلا ما مولفش كتسهر في المغرب ما هذا لا خصك تدخل الدار دير هذا كاين تما كتقولوا لك حنا راه كاين الافتر ايفنتس اللي غنديروا هذا كتمشي معاهم عندنا القضيه ديال انه كنخليو الباليزات حتى ديال لي بارير بسيشيك كنخليوها في الباب ملي تنصافوا ولا تنخرجوا كاين اخي نعطيو مثال صريح هو مغربي ممكن يغسل الطباصل في اسبانيا ويغسل الطباصل في ايطاليا ولكن ما كاينش يغسل الطباصل يغسل الطواليت ولكن ما يغسلهاش في المغرب كيخرجوا لي زيتيديون من هنا من المغرب تيمشيو تيديروا ايشونج مثلا في كندا ولا شي حاجه
يقدر يولي سيكوريتي، يقدر يولي فهمتي يغسل الطباس العادي جدا، يخدم في ماكدو راه شي حاجه واعره عندهم بعدا تما فهمتي كلاس. هنا لا، هنا فهمتي امبوسيبل. شي اصلا اللي مشى لكندا ولا لفرنسا ولا شي حاجه يعني راه عنده لي موين باش يمشي لتما فهمتي، يعني راه هنايا في المغرب راه كاين تما واحد لا كلاس سوسيال معين تما كتجي عادي انه يغسل تما. هاد القضيه اللي قلتي 100% مشى يعني لي بارير ديال كيتحيدوا. وهاد القضيه اللي بغيت لا ولدي بغيت يعني تخيل هذيك حتى لي بارير تيكونوا شويه على قداش انت راه ما تمشي تغسل البيصلات في الطايلون ممنوع انك تخدم. لي بارير نسبيين، كل واحد ولي بارير ديالو، تقعدوا دي بارير وحدين اخرين دابا كل واحد ولي بارير ديالو. انا مثلا انا خايل حاجه اللي تعجبني عاوتاني تما هي ما كايناش السلبيه او يقدروا تكون السلبيه ولكن ما عمر سمعتيها كتشوفها ما كتفهمهاش. يقدر او خا الشعب ديما مبتسم، هو ديما مبتسم، ولكن افترضوا انهم ملي تيدوا بعضياتهم افترضوا كيتشكاو على بعضياتهم. حنا ما سمعناش اخي هاد الشوار. سيفط لي السي دريس قال لي حنا المغاربه على صافا اجي تشوف المصريين. كاين اللي ديما تنقولها شي واحد تيقول لي الشلنج حتى في المغرب كاين في اي دوله تنقول له لا الساط انا مشيت لمصر كنت كنقول هاد الهضره وشفت لونتربرونيا في مصر وشفت الحياه في مصر الا نجحتي في مصر تقدر تنجح في اي دوله. وخير دالي تيجيو المصريين للمغرب كي كيجيو سهل باش تلقى المصريين هنا غير مدراء شركه عايشين مزيان او تي مونتو دي بيزنس. علاش؟ لانه دوز الامتحان الصعيب. عرفتي شتي اللي ريحتي مع شي مصري بحال صات اللي تيجي عندنا هنا تشكي عليه تقول له المغرب صعيب غادي يشوف فيك ديك اللعبه ديال يقدر يقول لك ولكن هو بالداخل ديالو تيقول الصاط عادي تفلع على راسك انت راك عايش في الشناه عشيره راك ما حاش. وهاد النظره خيسيمو على الديستيناسيون. كنظن انا السفر زعما مهم بزاف اي حاجه واخا تعرف تخرج غير من هنا تمشى مراكش جديده ويتبدل فهمتي تزيد عندك شي حاجه. الواحد اللي تيبقى في بلاصتو ما عمره ما كيشوف. انا مشيت دوزت واحد الويكاند في الوالدي حسيت براسي بحال مشيت دوله اخرى. حسيت خرج من بلاصتك. دونك وصلنا لليفل سالا بدات المرحله السكيلين دابا ياك. السكيلين كيجي مع البروسيس والسيستم. دونك تما بينا كنخدموا على لي سيستم. انا نفكرك في واحد الحادث مهم اخي صافي راس العام جالسين كندويو داك شدينا واحد الميني يخت ما نقولوش يخت صافي ميني يخت دوزنا في راس العام. يا هذيك اللي قلتي بدنا ندوز راس العام كندويو بالخدمه. دوزنا راس العام كنديروا البلان ديال الجوز ديال 2018 دونك تما فهمتي قلنا هنا خارجين نهار كامل زعما كان نورمالمون خاص يكون زعما فان وتباحر وداك الشيء. درنا هذا الشيء ولكن فاش كنكونوا مجموعين كنكونوا كنهضروا على الجوز والخدمه وكيفاش نمشي نزيدوا للقدام. وحتى هو كان صراحه ايفنت مهم زعما في حيتاش البديه ديال العام عارفين البديه ديال العام ديما تيكون فهمتي دوك لي ريزوليسيون فهمتي بغيتي ولا كرهتي كتجيك ديك لونفي انك تبدا تصحى حاجه تبدا تفكر فهمتي من هنا لقدام شنو غادي دير وداك الشيء كامل. دونك تما عاوتاني من بعد رجعنا للمغرب وسكيلينا تيمشي شويه بدينا كنغوكريتي وداك الشيء. وديك الساعه جبنا ميديا بايرز يعني طلقت من جهتي الادز. انا كنت شاد الادز فهمتي كانت شي حاجه فهمتي اللي مقدر هذا هو الكنز. ونهار طلقت الصراحه تيسرات الامور فهمتي كانوا خدموا معنا ميديا بايرز اللي هما مزيانين وثقه زعما وشحال من حاجه يعني ديك الخوف ديال الاول ديال لا ما نطلقش هذيك هي اللي كتخلي الواحد يبقى فهمتي كلهم خير لدرجه ان اليوم شنو تكون الطاقه تكون طلق البيمنت الفلوس كلشي ما تكونش تقريبا اغلبيه شحال تقول لك نهار تعطي لاكس حتى للكونت لا انا باقي كنعيش وفهمتي تيجيب لنا دابا باي بال تقدر كاين عندهم كاع لاكس لي ولي كونت ديال الريفاند وداك الشيء يعني يقدر يريفانديو الناس وداك الشيء. دونك تعطي داك الشيء ويقدر يسرقك. انا تندوي معك دابا بديك العقليه ديال ممكن تكون تناعس مشي ويحول واحد الألف دولار راس ممكن مثلا كتكون شي كارطة مثلا ديال الآز كنتي عطيتيها ليه باش يخدم بها يدخلها في شي كونت ولا شي حاجة يقدر يستعملها في بلاصة أخرى زعما سي واردة جدا. وعلاش أخي مروان خليتي لها الكارطة وهاد أنا نصحتك دابا ما تخليهاش ليه. لا قلت لك هذا غير مثال لا اليومين هذا ما كتخليش لي كارط لا حتى الا خليناهم تيكونوا في شي كونترول يعني ما كتكونش هي يعني ولكن بالانس تمشي بحدود وشحال من حاجه وباي بال كتخليه ليهم. باي بال تيكون غير عنده صلاحيات محدوده يعني ما كيكونش كيدير
كيديرش الويدرا ولا ما كيصيفش الفلوس ولا كي ماشي عند اي واحد ماشي عند اي واحد شنو كاين الصراحه كاينين معنا دابا الدراري في ليكيب اللي كنتيق فيهم ثقه عاليه دوز واحد البروسيس تجرب واحد تنطلقوا ولا ما كانش عندك هدف في ليكيب يعني راه ليكيب ديالك عيان فيها شي مشكل فيها شي مشكل والبروسيس ديال الريكروتمون ديالك عيان فيها شي مشكل دونك راه منك المشكل دونك تبقى غادي غادي كترجع انت اللي منك المشكل الا كان ليكيب ديالك عيان راه انت اللي فيك المشكل انت اللي اختاريتي فان دابا رجعتو اخي للمغرب بديتو جات سيتابي وفهمتو ان المعادله هي بروسيس وسيستيم صافي دونك بدينا كنسيتابي وداكشي سيستيم بروسيس خدمنا عليهم الحمد لله جاب الله تيسير بقينا غاديين 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 صافي استاغنينا فواحد الوقيته في 2019 جو بونس 2019 كان واحد الايفنت في شينوا سميتو كانتون فير واحد المعرض الدولي ديال الشينوا كبير بزاف كيتعرضوا فيه لي برودوي وهذا والروينه ديال اي حاجه فهمتي كتخيل على راسك كاينه تما تما قررنا انا وحكيم نزبزنا نتحركوا للشينوا دوزنا فيها شي شهر وشي شي بركه مزيان 100% بيزنس خدمه وشما اول مره غادي نتلاقى مع السبلاير ديالي اللي كنخدم معاه مده 3 سنين ل 4 سنين ما عمرني ما شفتو بيناتنا فهمتي دي فاكتور اللي كبار وبيناتنا فهمتي بعض المرات كيكونوا 3 شهور ولا 4 شهور عاد كنخلصوا وغير الثقه بيناتنا وشما اول مره غادي نتلاقى معاه وغادي نجلس معاه وغادي نحاول فهمتي شوف هاد الشينوي هذا اللي ما عمرك تلاقيتي به ولا شفتيه فين وصلت به العلاقه لدرجه شحال سلفك شحال سلفك وعاد خلصتي من بعد الماكس مثلا خايا ندويك غير الوقت الوقت تكون بعد المرات وصلت حتى لخمس شهور ولا اربع شهور عاد ديك الساعه كيصيفط لي الانفويس كيقول لي هاك مثلا هاد الشهر فلان فلاني مثلا اليوم مثلا شحال هذا شهر 4 طرا شي يصيفط لي شهر 1 يقول لي هاك الانفويس ديالو غادي تخلصوا لي دابا وهذه القضيه هذه ما كتوقعش فهمتي في البدايه وما كتوقعش مع اي واحد وخاص ديك الثقه تبنى شي شويه هادشي بغيتهم يفهموا ولكن في الاول كيقول لك لا ما نصيفط لك البرودوي حتى تخلصنا شويه تيقول لك اوكي ماشي مشكل انا ناخذ البرودوي كنغدا خلصنا شويه كيقول لك 70% 70 30 بحال هكا 70 كيقول لك عطيني بورسنتاج على حساب شويه كتبقى غادي العلاقه صافي تتولي القضيه واش تقدر كاع الا كان هو مزير فهمتي انت الا كانت عندك ميسرات تعطيه مثلا تقول لي هذا واحد البالانس فهمتي يفهموا هذا الشيء بلي التجاره اخي راه كديفلوبا راه تيوليو هادو ما ديما تبقى تيحسبوها خصني نشري برودوي خصني نبيعو خصني كذا راه يقدر البرودوي ما تشريهش يقدر البرودوي الشينوي خلصو حتى تبيع انت وعلى فكره حتى الادز وداك الشيء كيقدروا يكونوا عندك شوف اخي انا واحد لافير باقي عاقل عليها اجي في البدايه واحد البرودوي كنجيبوه من تشاينا كنديوانيوه في تايلاند كنبيعوه انا ما عنديش الريسك ديال نشري شي كميه كبيره 1000 2000 وصلت 5000 ويدوي معايا الشنيويه الشريف انت شنو المشكل اللي عندك قلت له انا ما باغيش نشري كونتيتي كبيره وتحصل فيا قال لي بالسرعه باش كتجي كتبيع كتعاود دير كوموند راه انت راك معطل في ديك ما بين الكوموند والكوموند تما تمشيو ليا اما راه انت كتجي كتفرتك الكوموند بالزربه معاك كتبان لي عندك ديليفرد يومين من وراك كتجي تقول لي كوموند اخرى قال لي اشنو بان لك هي قلت لي اشنو بان لك نصيفط لك 50000 بياسه قلت لها لا انا ما نقدرش نخلصها قلت لي حتى تبيعها تخلصها اضربها معايا فهمتي بحال هكا اللي كي حيتاش البيزنس كيبقى غادي وكيولي فهمتي كيتطور يعني كتطور حتى العلاقات ديالو مع الناس اللي كيخدموا معاك يعني سبلاير الادفيرتايزين وداك الشيء من بعد تيولي عندك مسيج قول لي حصلت في الديوانه طلعت الديوانه غاليه على داك الشيء اللي توقعت وقلت ليه شوف راه دير الرده ادير الرده صافي نخلص لك انا هذاك الثمن باش ترجع السلعه قال لك انا نخلصها فهمتي هو صيفط الفلوس باش تخلص حنا الديوانه يعني فهمتي غير نوي يعني عاودت جوج مرات تعاودت في اي كوميرس انت كتعاود على دابا في دروب شيبين وكذا والبارح كنعاود انا يونس في السوق دير بعمر هذه التجاره صافي التجاره اين فوتي تيق بك داك المورد راه صافي غير بديت تلقاك ايميل زعما خصك انت تعرف البروسيس كيفاش كتب الثقه ديالك من غير المورد كاين عندك فيسبوك حتى هو عندنا كريديت لاين مع فيسبوك مع بينتيرست مع جوجل فهمتي كل واحد فهمتي كي الا دوزتي معاهم واحد الـ واحد الـ واحد الـ واحد سميت واحد المده طويله وانت خدام معاهم وكتخلصهم في الوقت وشافوا
ايزي انهم يعطيوك كريدي هما خاصهمش كاينين ورا ديك الساعه خا انا كنسمع ديك الساعه عاد كتولي كدير البيزنس ديك الساعه كتدخل في البيزنس حيت كتولي خدام ماشي نقولوا بفلوس الناس مي تيتحيدوا لك دوك لي بارير ديال شحال البرودوي خصك تجيب سكيل لا بارير رجع البريبايد لا خلاص عاد خو انت كاينش عندك مشكل في الكاش فلو هذا واحد وكتولي تقدر تزرب بزاف انت عاطيك لي طلاير عاطيك البرودوي وشي يكون عندك واحد الديكالاج في البيمو يعني انت كيدخلوا الفلوس عاد كتخلص تنفسيا كتحفز بزاف حيت نهار دخلتي عند فيسبوك ولا نهار دخلتي عند داك السبلاير دخلتي كليان اكس ولكن ملي كيقول لي ديال التريتمون ديالك يعطيك كريديت لاين يعطيك كتقول راه ما عطاها ليا حتى انا بصح هادشي اللي درت حتى اليوم دارت شي حاجه دونك كتزيد تحفز كتزيد وكل ما خي كتكون ناجح والناس كتزيد الثق فيك كتزيد تنجح واش شي نرجعوا ثاني للاستمراريه هي داك الكيمين اللي ضربتي معاك راه هادشي ما يمكنش يجي واحد يقول لنا هادشي درتو هادشي النهار الاول غادي تجي النهار الاول اخي مروان يقول لك شوف انت باينه من وجهك معين باقي كتقول لا باقي ما بغيتش نشدها شوفوا 50000 دولار لي برودوي ضرب ولا فيسبوك حتى هو الله يخليك اليوم خصك تبدا راه عندك 10000 باش تكون جاي عنده شي واحد النهار الاول دار مع هادشي والله ما يقواش لان هادشي تبنى تشدنا في واحد الطريق ولكن هادشي ان شاء الله ما يمكن قرب يولي حقيقي ان شاء الله يعني اخيرا اخر شيء غادي نوصلوا للعيبه ديال هاك البرودوي هاك كل شيء هاك الشيبينغ من عند ريضا سير تخدم يلا نايس دابا هاو از جوين من ورا ما خدامين الاي كوميرس شنو بقيتوا في الدروب شيبين ولا درتوا شي اذر مود بقينا غاديين في الاي كوميرس وداك الشيء بقينا غاديين في باقي حتى البيزنس ديال الماغازينز والكونتنت كرييشن وداك الشيء الكرياسيون ديال الكونتوني وداك الشيء حتى هو باقي خدام بليكيب ديالو حتى حنا واقفين عليه بيان سور ومؤخرا كتلاقيت مع زهير وزهير باي ذا واي تلاقيت معاه في شي في الماستر مايند ديالك زعما شحال هذا في خميسات ولا في الماستر مايند الثاني في خميسات في الماستر مايند وقيله الثاني تلاقيت مع السي زهير حتى هو ساكن في تشاينا كنا هي هضرنا بحال هكا وكان بشوف اخي راني داير كونيكتينغ لا ما عندي ما يسالك اخي هذاك الشيء علاش تنقول ديما الايفنتس والماستر مايندز راه ما كتمشيش باش تعلم شي حاجه من هذوك السبيكرز راه كتمشي باش كتبني واحد العلاقه واحد النيتوركين وحتى هو هذا من هذا الحزب الشهاده واحد خونا صيفط له يجي للماستر مايند ويكتب ليا اخي واش غادي تعطينا شي شهاده في الاخير وانا نقول لهم السيطان هذا خونا هذا صيفطوا لي قول لي ما يجيش فلوس وراه غادي ترجع له وغنصيفطوا ليه شهاده صيفطوا ليه شهاده بعدم الحضور يدفع على الفيسبوك راه كاين الناس اللي عندهم هذه العلاقه هذه كتقول لها اجي راه مجموعين حنايا كداك تا عارف انا غادي نجي تندير كداك دا واخا غادي نجي خويا واش تعطيني شي شهاده في الاخر باغي شهاده بالرب ما ديتش كم اللي اخي تلاقيتي مع زهير دونك اخي زهير تما فين بدينا كنهضروا على الكاش اون ديليفري اسيدي كنا كنفكروا شنو زعما المشاكل اللي كاينين في الكاش اون ديليفري دونك لقينا واحد جوج مشاكل اساسيين اللي هما الدراري فهمتي عندهم ما كاينش البادجيت الكبير باش يصيفطوا السلعه كبيره دونك فاش كيبغي يتيستي مثلا شي برودوي صعيب انه يصيفط مثلا السلعه بزاف مثلا لواحد الدوله معينه ويبدا يخدم ثاني حاجه هو الوقت اللي كياخذ فهمتي ديك السلعه باش تصيفط تاخذ واحد 20 يوم 25 30 يوم على حسب زعما هو داك الوقت ديال التصيفات ديواني اكزاكتلي نقدر نقول لك ثالث حاجه عاوتاني حتى الا صيفط جاب الله وصيفط وسكيلا في داك البرودوي زعما مزيان ووقع عليه غير تاخذ ستوك ساله خصو يصيفط تسنى ثاني فهمتي واحد الوقيته دونك هنا فهمتي شفنا مع واحد شيبين كامبانيز وزهير كاين تما دونك درنا واحد الخدمه ديال وان باي وان بحال دروب شيبين ولكن بالكاش اون ديليفري دونك كنصيفطوا اخي سي مومنت تشاينا البرودوي بحال دروب شيبين وكيوصل للناس في هذا في دولة اخرى وكيتخلص بالكاش اون ديليفري وكيرجعوا فهمتي الفلوس دونك هنا شحال ديال البيرود كي تاخذ ديال هذا الكاش تريكوفري الكاش
مثلا اول برودوي مشى دخل ماليزيا دخل الفلبين دخل اليوم اكس اليوم نهار 10 في الشهر ولا 7 ايام ولا 10 ايام كيرجعوا كترجع الريميتانس ديال الفلوس مزيان بخير. وهنا ثاني دخلنا لواحد لي مارشي اللي هما فهمتي ما معروفينش بزاف هي بيان سور كاين جي سي سي كونتريز كيس اي سعوديه وداكشي الامارات وكاين واحد لي مارشي واحد اخرين اللي ما معروفينش بزاف بحال الفلبين وماليزيا واندونيسيا. الفلبين اللي سمع شي واحد يقول ادخل الفلبين فيها الفلبين فيها نقول لك اخي غير ثاني واحد المعلومه الفلبين كتوصل فيها الديليفري ريت 90% جربتو الطايلون ما جربناش 98% بنادم ما خايف الطايلون شرا كاش كون ديليفري 98% بلاس بلاس غير خاص تدو معاه في التليفون لي وهذاك الخونا اللي ما تليفراتش ليه كيدير لنا الطياره لو راه ليفرو انا كنت في الخدمه وتناقشت معايا راه قلت له انا جاي وما بغاش يتسناني امتى تصطو لي برودوي ديالي نقول لك اخي الغيسان واحد القضيه لدرجه ان كاينين شي وحدين خدامين تما ما كيكونفيرميوش كاش اون ديليفري بلا كونفيرماسيون اخي هذا باش شيين تما ما كتكونفيرميش كيديروا واحد الاوبتين كونفيرميشن غير بالاس ام اس كيصيفطوا لها اس ام اس اوتوماتيكمون الا كانت لادريس صحيحه سي كتب لينا ياس كيكتب ياس كتكونفيرما اوتوماتيكمون ما عيط لها شي ايجنت ويدي ويجيب معاه الناس تما دايرين معقولين يعني الو جيب لي الكولي ديالي راه غادي يجي غادي ياخذها ماشي بحال المغرب ولا خليج ولا شي حاجه تمرا قدر فهمتي واش هاد الشيء اخي مروان قول لي واش هاد الشيء كنتو عارفينه ولا ملي قبل ما تمشيو للدول كانت عندكم معلومه بان هاد الدول هادو راه فيهم هاد الشيء لا بيان سي كتشي دخلتي تيستيتي كتيستي وات مشكله فهمتي شوف شو انا تيبان لي الدول اسيا كتحل لي كلشي انا خايت كلش دعمني على الخليج وزعمني على سميت ماليزيا وداك شنو زعمني عليه هو تايلاند وان باي وان الشركه اللي كنا كنشكلو معاه في تايلاند جات قالت لك الشريف حنا راه ما واقفينش هنايا حنا راه ممكن نصيفطوا لك لماليزيا وندير لك الكاش كوليكشن ونصيفطوا لك لكامبوديا ونصيفطوا لك لاوس خدمنا معاهم شويه تيستيت قلت هو تا جا معلم فهاد كامبوديا كتبان محقوره مشيت لها مره وحده الشعب واه ولكن الاستقبال ما كانش واه فهمتي الاستقبال خونا عاكوج وعابس لازم يطبع لك الباك اللي كيطبع اللي كيطبع ما فرحانش المهم الشعب واعر الدوله واعره بحال اللي قلت الله تبدا اصلا الدوله العمله دولار مشيتي ولا ما مشيتيش لا العمله دولار تتشري من الكيشه الدولار الشعب فقد الثقه في العمله ديالو مابقاش كيتعامل بها ما يقول لا نوحدوا العمله الدولار المهم كانت الحياه مزيان هاد الدوله هادي فيها المبيعات والفلوس داخله والامور غدا مزيان نور الله وصلوس راك عارف محقوره بداو تيدخلوا منا الفلوس يعني هنا بديت نقول هدا معلم كاين ميد من ورا هي فجات الجي سي سي جينا كنديروا تايلاند السعوديه تايلاند الكويت ونقول هدا معلم كاينه موكا دونك خصني نمشي لدوك البلدان كاين ميد دابا خي مروان مزيان غير تشرح لينا واحد شويه حيت ماشي كلشي الناس اللي معانا ماشي كلهم كيعرفوا اي كوميرس اشرح لهم راه كاين السي او دي كاين اي كوميرس اللي هو دروب شيبين وكاين هاد الحاجه الثالثه اللي كتسمى وان باي وان باي وان اشرح لي كل وحده فشي 30 ثانيه دروب شيبين هو دروب شيبين هو الاي كوميرس اون جينيرال هو بري بايد يعني حتى كيخلص الناس عاد كتصيفط ليه السلعه كيخلص اون جينيرال باي بال ولا بكريديت كارد دونك هذا هو دروب شيبين ولا الاي كوميرس كاين عندك سي او دي العادي هو انك كتصيفط السلعه للدوميستيك كتصيفطها للوير هاوس مثلا وكتبقى تبيع تما السلعه اللي كتباع حتى كتوصل عند الكليان عاد كيخلص يعني كاش اون ديليفري بايمون على ليفغيز وكاين الثالث النوع الثالث هو السي او دي وان باي وان يعني كتصيفط من تشاينا نيشان لعند الكاستمر دايريكتلي وكتخلص فيه وان باي وان يعني بحال اللي قلتي واحد السيستيم ايبريد ما بين دروب شيبين وما بين السي او دي كلاسيك وكتحل واحد جوج المشاكل المشكل الاول هو ديال التيستين يعني كتيستي زعما دغيا ما كتبقاش فهمتي صيفط السلعه وهذا يصدق ولا ما يصدقش وحصل فيك السلعه تقدر تيستي ب 50 بياسه ولا 100 بياسه ولا شي حاجه ثاني حاجه الا سكيليتي تقدر تسكيلي من النهار الاول يعني ماشي بالضروره فهمتي تكون عندك هذاك المشكل ديال الستوك واش صافي 5000 ولا غير مشكل الوقت لا حنا نجيو ندوي على العيبات اخرى كل وحده كل وحده مثلا نحطوا لها لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال دروب شيبين شنو هو لافونتاج هو كاش فلو كتخلص قبل ما تخدم ولكن ما يمكنش تدخل شي اسواق
ما كاينش دخل الجي سي سي كانشيز ولا فيليبي ولا داكشي كلوج وما تطلع ليه ما بحال لا 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 نخلصك من بعد بلا كارت مش لا المغرب سوغ بلاص انا تنشوف الكارت تنشوف بحال المغرب كيزول سي او دي لي زافونتاج ديالو لي زانكونفينيون سي او دي العادي سي او دي العادي لافونتاج ديالو انك تكون عندك سلعه في الدوميستيك يعني كيكون عندك دي فري لي بلوز او موا فهمتي افونتاجو على الاخرين فهمتي يعني كيكون عندك دي فري ديال شي بين ناقصين شي شويه ولكن شاري سلعه كامله شاري سلعه كامله كلشي يعني شاري سلعه كامله انفيستيتي فيها وانفيستيتي حتى في الوقت اللي باش جات من تما لهنا دونك هذه فهمتي حاجه اخرى لي زانكونفينيون ديالها هي تشري السلعه لي زانكونفينيون هي تشري السلعه وداك التوقيت ديال التعطال ديال السلعه وحتى الغياب بروفيزيونمون زعما شري ثاني السلعه ثاني الا شفت لك شي برودوي كيتسنى بغا يدخلوا الا شفت لك شي برودوي مزيان يعني خصك لا لا بالعكس هاد الكومبيتيتور تيدخلوا كتلقى اخي كاينه اشكاليه بعدا ديال تدخل السلعه يعني انت ديجا بعدا جربتي هاد السي بروسيس ثالث البروز ديالو زعما لي زافونتاج ديال وان باي وان اللي باي ذا واي فهمتي حنا دايرين بحال شي واحد لي سيركل صغير ديال لي كليون خدامين معنا از سيرفيس لافونتاج ديالو هو انه كتيستي دغيا كتيستي دي برودوي اللي ما داخلينش للمارشي ديك الساعه يعني باقي الله جداد خرجوا كتيستي دي برودوي اللي قدروا ما يدخلوش ماشي في الديوانه وتقدر تيستيهم حيت كيوصلوا وان باي وان ماشي بالضروره يدوز عند الديوانه وسيرتيفيكا وداكشي غير سيرتيفيكا عاديه ديال ام اس دي اس ولا شي حاجه كدوز فهمتي البرودوي كيمشي ثاني حاجه في السكيلين ما كيكونش عندك مشكل يعني بغيتي تسكيلي من النهار الاول كتسكيلي يعني ماشي خصك لي زافونتاج لي زانكونفينيون هو انه كيكون شيبين شويه طالع ياك الكوست ولا الوقت الكوست ديال الشيبين شويه طالع الوقت تقريبا نفس الحاجه تقريبا حيت ديليفري هي اللي كتحكم على الشيبين ديليفري ريت بعض المرات في دي برودوي كيكونوا احسن حيت البرودوي مازال ما دخلش للبلاد فهمتي تيكون باقي جديد ان سي دي سو كاين عاوتاني شي دي فري واحد اخرين اللي زايدين بحال الفات وداك الشيء كتكون زايد هادشي تي تي دونك هذا هو الوان باي وان حاجه وحده اخي كنجيت بقيت نحس بيه واحد الفات تخلصها على البرودوي كامل اون فان دو كونت تلقى فهمتي سي تان كالكول ماتيماتيك فهمتي حساب فهمتي الا بغيتي واحد 20% ديال لا مارج دابا ولا بغيتي واحد 30% ديال لا مارج لا ولا تخدم سمارت جوج الوان باي وان الروتور تخدمو سهول باي ذا واي الروتور كيرجع دوميستيك وكيتخدم باقل فهمتي راك عارف الروتور في هذا في السعوديه كيكون طالع يعني كتصيفط 10000 حبه راه واحد 400 و 4000 ترجع وهذيك 5000 ترجع فين ترجع للدوميستيك وغاتشيب بواحد الثمن اقل بلا فات فهمتي يعني الا كان شي سيستم ابريد بحال هكا هذا هو لوبتيمال فهمتي هذا هو احسن حاجه وهذا السيستم واش فكرتوا فيه نتوما ولا شفتوا شي بلاصه واحده لا الصراحه هي قلبنا عليه هضرنا مع شيبين كامبانيز وكان خدام ولكن ما كانش فهمتي بنفس الطريقه اللي دابا يعني زدتو شي صوص ديالكم لا ديما بيان سور شيبين كامباني ديما كتهضر معاها وكتحاول فهمتي باش انك هي البروسيس ديالها تحسنوا ليها فهمتي كتقول لها لا علاش ما نديروش هادي علاش نديرو هما فهمتي صراحه كيسمعوا راك عارف شيبين كامباني تما كيفاش هما راه بيزنس ديالهم اخي هذاك ولكن اصلا النمبرز تيحكموا هنا ملي كتجي عندهم كتقول ليه الشريف انا راه كندير مثلا 1000 ولا 2000 شحال ما كان باش قول لي راه الا عدنا هادي راه نقدروا ندوبلو فوا 2 هو تما بالنسبه ليه هو تيقول لها جيب بدل هذا البروسيس راه نقدر نجيب هذا لابارتي خاي مروان سولك السؤال اخي راه ضربناها ساعتين خاي مروان سولك السؤال قول لك شنو تنصح هاد الشباب هادو اللي بغاو يبداو لونتربرونوري بعيدا على الويب مع دابا ولات دابا خاص الشخصيه الجايه كامله ما تكونش خدامه في الويب مع الدرجه الدراري ولا تيقول لك غير الويب انت راه ماشي الويب راه هادو دي زونتربرونور غير هما اختاروا الويب راه تستيل نفس داكشي اللي كينطبق في الويب الا كنتي قادر تنجح هنا راه تنجح هنا شي نصائح اول نصيحه هو بنادم يسخر راسه يوتيوب هذيك مثلا غير الناس اللي قاريين ولا شي حاجه كديل انا قاري وهذا ما يمكنش ليا نبيع صبابط ولا شي حاجه بحال هكا هادي فهمتي واحد الحوايج اللي كتقتل لونتربرونير بنادم هو نيشان باغي يبدا فهمتي سيستيم كبير وباترون وخدم مع الناس فهمتي وداكشي كامل والناس اللي قارينا اخي والناس اللي تيجوني عندهم فشي كارير هادوك تيجينا ان عندهم بوتونسييل ينجحوا اكثر من الاخرين غير هو ما تيقدرش يجي يبدا من الزيرو ما يمكنش انا نحيد البوست ديال الكرافطه الايغو ديالو ولا ينزل عند لي زان ديالو ما يدي زان ديال ضرب صنداله الايغو ديالو ولا شي حاجه حتى في القرايه كتعلم هذا كم صايب السيستم ديالنا في القرايه
ما فيهش ما كيوريوكش ما عندهمش شي درس كتقراه في حياتك كامله سميتو بدا من ورقه بيضاء والسيل خاصك تدخل على شي حاجه واجده كدور كاينه باش ابليكي القرايه خاص يكون شي حاجه قدامك كاينه عاد كتبداش ابليكي على القرايه ولكن باش تجي وتجيب ورقه بيضاء خاويه وستيل وتبدا تكتب وتبدا تصايب وتبدا تبني من الصفر هذه ما كاينه في التاكور كاينه في التاكور في القرايه كامل الخلاصه رضا لخص لك القرايه معلم صح شي نصائح اخرين نصائح الهابيت صاحي مروان انت اخي اكزامبل ديال الهابيت كتريني انت يوميا ولا بحال شي كار كتريني جوج مرات في النهار ولا الحزب ناريه نهار لا كنتريني انا الحزب ديال واحد 3 4 مرات في السيمانه يتشوف هذا هو الحزب اللي كنجاوب عليه مرحبا بك واه ويلكم تو ذا كلاب اخي كل نهار بزاف اخويا هيك كندير واحد لقيت واحد القضيه كنت كنتريني كل نهار وكان عندي فهمتي واحد النهار نقدر نسكيبي نهار واحد يعني ما سكيبيش جوج الايام فهمتي متابعين يعني بحال هكشي كنعطي راسي واحد الجوكر كنخدم به يعني سكيبيت ثلاث ضروري خصني لا اربع الخميس نترينو مره في السيمانه ثلاثة صافي مره كتسلش ولا جوج ودابا اخي شنو اللي خلتي يخليك زعما تقول ثلاث اربع المرات في السيمانه انا اخي تنقول لك اونتربرونور ما يمكنش صحيح عندي الخدمه عندي 70000 حاجه اخرى اونترينمون خاصني نحافظ عليها على قبل العقليه ديالي تبقى نقيه هي كتكون على حسب لي بريوريتي دابا البرايوريتي ديالي ماشي هي فهمتي نطلع شي فورما واعره ونمشي للكومبيتيشن ولا شي حاجه غير كتكون جالس النهار ما طار في البيرو خصك تحرك شويه المفاصل ديالك وتحرك شويه وفهمتي اون جينيرال فهمتي دير شويه ديال السبور حتى المورال الدوشه وحتى المورال كيطلع فهمتي حيت فاش كتكون كتريني وهذا راه ماشي بحال الا كنتي غير جالس فهمتي فنيان وجالس في بلاصتك تتعيشها مثلا شي مرات تكون حاسس بالاحباط تمشي تضرب البارا بيان سور بيان سور هي اللي كتشي اللي كتنفع صراحه الهابيتس اون جينيرال فوت لينا لاصا الهابيتس اون جينيرال تتكون الفياق بكري يعني مثلا نفوش فمشي 7 ونص بحال هكا كنكون فايق اللهم بارك دونك باش ما حيت الصراحه كذا النعاس كتجيني فمشي تنعس فوق 7 ونص ولا فوق 8 راك غير كتضيع الوقت وصافي حاجه اخرى الخدمه القرايه الريدين حتى هي فمشي مهمه الا كان فمشي شي واحد اللي مازال ما كيديرها زعما انا صراحه كان عندي مشكل فيها ولكن مع الوقت فهمتي بدا ولكن تقرا بيان سور داكشي اللي غادي يفيدك ماشي تقرا شي قصه ديال شيكسبير ولا شي حاجه ماشي غادي فهمتي الا بغيتي دوز بهم لا والله اخي قرا شيكسبير تيستافد بالرب راه المشكله ماشي قرا والو هذه هي الخطير ولكن حتى القرايه فهمتي اللي تنفعك في البيزنس الدومين ديالك مزيان حتى هي مهمه وكيعجبوني انا دوك البوكس اللي كيكونوا فهمتي نيشان ما كيبقاش يخطب عليك ويبدا يحلم عليك ويدخل مثلا شي ثلاثه تسميات الكتوبه كتاب جوج ثلاثه اللي عندك صحبيهم عندك مثلا كومباوند افيكت اللي تسمي احسن كتاب كومباوند افيكت الناس اللي باقين يلاه بداو ريتشارد بورد هذا هو هذا هو بسم الله هذا هو فهمتي ضروري هذا هو الفيلم فهمتي هذا هو اللي خصو يبدا باي واحد فهمتي باش يلاه يعرف فهمتي المايند سيت ديالو كيفاش يقاد فهمتي كومباوند افيكت ريتش داد بور داد وكاينين شي وحدين اخرين فهمتي كاش ادفرتايزين حتى هو كاش ادفرتايزين دويش يا اخي مروان على الترافل بجينا خصو يسافر ضروري السفر ضروري شوف السفر ما كيعنيش ان خصو يكون عندك فلوس باش تسافر وما كيعنيش ان خصك تسافر برا المغرب باش تسمى سافرجي المهم خصك تخرج من ديك القوقعه اللي انت فيها سواء كنتي في الدار في شي بيرو في شي زنقه في شي مدينه خرج من ديك القوقعة سير السفر مع راسك غتستافد مليار في المية يعني ما عمرك ما غادي تخسر في السفر انفستمنت ديال الوقت والفلوس احسن انفستمنت تقدر دير ايفنت ماستر مايند بلا ما نتوركينغ نتوركينغ مزيان اخي ولا جمعتيهم بجوج سفر ايفنت مزيان ايفنت غتكون احسن اخي مروان والله الا شوف انا فخور اخي اليوم جيتي لاول مره غادي تبان في الويبيع اول مره مزيان اخويا مزيان حاجه صدق وش بين الدراع لما كاين رضا اخي انت اخي رضا ما عمر بنتي كاع انا فين غنبان قال لي انا رضا ما عنديش فيسبوك عنده فيسبوك فيه براند واحد وما عندوش انستغرام يلاه دارته المدام اللهم بارك انت هو فيه ابوني واحد هو المدام اللهم بارك شوف اخي نجيبوا لهم الدراري اللي ما عمر بانوا في الواد كاع
شي حاجه زوينه اخي. وبالعكس انا هادو مس طوريات اخي مني انا فهمتي حتى تاثروا فيا اخي الدراري تا اشوف فيها باي دو اخي ملي كنريح معاك وماك والله الا كنت انسبيرا بالربي الا كنت انسبيرا الدراري كاملين اللي ريحوا معايا والله اخي الا تانسبيريت انا منه وكيعطيوك السوفل باقي ملي دار وباقي وكتفرح وشو شو اخي تنجان شوف بحال راجل قضيه باش جات هاد الفكره هادي انا وغيساني كندوي وقلت لي شوف اخي انا براسي انا طلع لي السيمو لايف براسي جيب لي يا صاحبي شي حاجه اخرى كاين السيمو لايف اصاحبي السيمو لايف نجعه من بعد جيب لينا قلت له شوف حق ربي الا تنجيبوا ناس اخرين كي انسبايروا شفنا حكي الدراري بزاف اللي تبارك الله. وحاجه واحده اللي بغيت نقول للدراري اللي زعما خدموا سواء صغار ولا كبار هو الحمد لله وشكروا على هذه النعمه اللي الله عطانا حيت ماشي كل واحد معطيه ليه النعمه يولي انتربرونور ماشي اي واحد فهمتي هذه في حد ذاتها راه واحد النعمه كبيره اللي عطيك الله سبحانه وتعالى خاصك تحمدوا عليه الله وتكون grateful for it يعني ماشي غير تحس براسك راه مصافي معطيه زعما راك انت هو اللي واللي حاكم هو كاين اللي كتكون معطيه ليه وكاين اخرين بزاف اللي كيخدموا عليه وبجوجهم خصهم يحمدوا الله وشكروا لا انا تنقول اخي الحاجه اللي خاص يحمدوا عليها الله ويشكروها هي جيت فواحد الوقيته الانترنت كاينه كتجيب الدولار من كتجيب الدولار من شي دوله غابره كيدخل من الكمنه الدولار انا قسما بالله الا كان زعما في هاد اللايفات كاملين حاجه واحده اللي كانت اسف عليها هو انه في الويب دازو موجات ما استغلوهمش بزاف الناس على ود حيت ما كانش المعلومه بارطاجي فاش كنهضروا على ادسنس ولا كنهضروا على الريسكين ولا كنهضروا على كاع دوك لي نيش داكتيفيتي اللي كان كيدوي عليهم البارح يونس ولا اللي دوي عليهم اليوم مروان فهذيك الوقيته في 2013 في 2014 في 2012 ما كانش المعلومه مبارطاجي بهذا النيفو دونك بزاف الناس دازوا من حداها كنت تخكو كون عرفوا هذيك الساعه غادي دابا خا تيجيونا الميساج يقول لي كنت اسف اخويا هادشي داز قدامي وما كنتش مسواق ولا حقرتو ولا كدا ولا فهمتي وتقول تقول ليه ولا شتا تندم حتى دابا راه تندم من هنا واحد الخمس سنين ركبها معلم طلع على اي كوميرس دايز ركب راه من هنا خمس سنين تقول واه قالوا لي يا اخي وتيك اكشن از سون از بوسيبل يعني ما تبقاش تسنى بزاف يعني الوقت اللي غادي تشوف شي فرصه ولا شي حاجه خص الواحد يبدا حيت كيقول واحد المثل احسن وقت باش تزرع واحد الشجره هو دابا هو 20 عام قبل جوج الاحسن وقاش 20 عام قبل وداب هو دابا 20 عام قبل ما كان ديك 20 عام قبل صافي تما مشات يعني احسن من هذاك اللي تيعطيك هذيك غير شي كنت نقول لك دابا مشات ياك واش ندير هذا نقول لك هو غير الشجره دابا باش من هنا 20 عام ما تلقاش شجره كبيره وعاطي شوف كيقول لك ذا سكاي از ذا ليميت فالبارح الدراري انا عجبوني ومروان اليوم عجبني علاش ملي كترجع مع الستارت بوينت نقطه البدايه البارح راه كانت فيها 500 درهم ياك 250 درهم الواحد مناقشين فيها 500 درهم سالات ب 1 مليون دولار اليوم عاوتاني مروان باورو في النهار بغى اورو في النهار 127 اورو الشكل الاول بلا ما نهضروا فين وصلات الحمد لله الحمد لله الحمد لله شوف اخي غيستاني لي كومونتير اسمي انا ما تطلعوش عندي لي كومونتير شتا اخي مروان وقال لك زعما الناس ديما تيقول لك كونتيني هكا الناس تانسبيرو من القصص سبحان الله حنا كبنادم مصايبين هكا تيعجبنا شي واحد يعاود لنا القصص هذا كنتانسبيرو منه وصراحه اخي مروان انت كملتي واحد البوزل بعدا غادي تنقول سي وتنقول لك يلاه افريك حنا الحمد لله خدامين شي بسنة ولا شي تيسرع في افريك الدراري في النسيل دوت نيتورك في جي سي سي غانتوما ان شاء الله شويه في الدين دابا تنشوفوا دابا خيرات حتى ديجا كيدوي تدوي تدو مع يتيحيا ديجا كنشوفوا كيفاش غادي نديروا شي انتيغراسيون معاهم هما فلازي وانتيغراسيون مع شي بسين فلافي باش نصافوا باش ندوروها شي طبخه تطبخ في البريزيل والله الا صافي بليزير اخي غيساني باش كتشوف بحال كمغاربه كيمشيو كل واحد كيخدم في جهه وفي الاخر كيتلاقاو فهمتي كيكولابوراو بيناتهم هو احسن المهم يكونوا مغاربه المهم يكونوا مغاربه والله اخي نزيدو حتى واحدين حتى هما راه خوتنا الجزائريين لا بيان سور الجزائريين هادو انا تيجوني واحد الصح المصريين حتى هما غاديين مسكينين وكذا بالعكس المهم اون جينيرال العرب
غنقلبوا داك لي كونسون ديال لا حكا العرب راه شعب بوص عليك ما تيدير والو لازم راه حنا ما تنصنعوا العجب بالرب تلاقاو معاه واحد خمس سنين ماكس حنا فيتيو معاكم مع ايلون ماسك كندبزوا معاه في الفضاء شباب هذيك اللعبه ديال المغاربه تابعين خونا الشباب تبارك الله عليكم مسخيناش بكم شكرا والله شكرا بزاف الله يلا خويا الا شرفتيني بالعكس كنتي معايا اليوم الله خويا الا عرفتي اخي راه مروان راه النود راه ما كاينش اخي راه ما كاينش في الويب ياك خدامين في الويب ما كنبانوش في الويب لا لا مزيان اخويا والله الا تبارك الله عليك الشباب تبارك الله عليكم بالتوفيق لكم الشباب هو نوريه لكم الشباب هو الضيف ديال غدا مريح غير هنا غيساني اخي غيساني غدا كادي تكون الحلقه ان شاء الله نتمنوا تكون مزيانه التواضع اسمع لي التواضع اخي نتمنوا نكون مزيان والله سيمو الى القصص ديال الناس اللي دازوا فيهم الانسبيراسيون اكثر من القصه ديالي لا وحق الرب اخي غير ثاني راه ما تنقولش حنا الناس اللي دازوا سميتو ولكن وحق الرب الا شوف غدا نجبد منك العصاره ديال العصاره غير ثاني الدراري شي حشم ولكن الباركور القديم سيمو ديالي قال لك تحيه للناس بني من الله حتى هما هما حتى انا في القصه الغيساني واللي كنت بغيت الدراري زعما غدا يستافدوا منها بزاف هو ديما كيلعب الماتش الكبير البدايه ما عمر ديك البدايه اللي قلب عليها صغيره كيمشي المشكله المعلكه لا نهار جيت ندويش مع الغيساني نديرو ايفيرمو قال لك 46000 واحد يكونوا حاضرين ما بغيتش تهضر عليه شويه راه مزيان ندوي وصافي اخي باش نسالوا هذا اللايف جايز نسالوا هذا اللايف هذا ولكن اخر حاجه نقولها هي